السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيداتي وسادتي هذا المباشر صحة فطوركم، ورمضان كريم للشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية. الجزائر كاب فيردي أو الرأس الأخضر في مباراة ودية تحضيرية في خامس مواجهة بين الفريقين. لحد الآن المنتخب الوطني في أربع مواجهات رسمية، فاز مرتين وتعادل مرتين. الأولى كانت في 2000 في ببرايا بصفر مقابل صفر، والأخيرة كان فوز هنا بهدفين مقابل صفر في 2007، ولكن كان التعادل هناك ببرايا بهدفين لهدفين. قد ألحق الخروج من المسابقة لكأس أفريقيا 2008 بعد انهزام المنتخب الجزائري هنا أمام غينيا بهدفين مقابل صفر. يشاركني وطبعا لنا شرف أن نستضيف معنا لاعب الدولي السابق ولاعب مولودية الجزائر نصر بيش. مرحبا، صح رمضانك وصح فطورك. صح رمضانكم، صح فطوركم لكل شعب الجزائري إن شاء الله. إن شاء الله. إذا بعد قليل سينطلق اللقاء على الساعة 10:15 بعد 6 دقائق بالضبط. نصر، طبعا المنتخب الوطني مرة أخرى في إعادة للبناء من جديد، لازمنا الكثير والكثير من الصبر. صح فطوركم. والله العظيم لما نقول أن الفريق بناية، نهضر على البناية، نقول عندها كلمة شوية المعنى تاعها. لا المعنى تاعها ما نتقبلوهاش ديجا، ما نتقبلوهاش. المعنى تاعها عندها معروف على الجزائري قلة الصبر، قلة لا ما تقدر، لأنه المنتخب تاعنا عنده نقولوا بعض الأشهر برك كان في مستوى نقولوا لاباس به، ما نقولوش عندها بضع سنوات كان في مستوى عالمي. اليوم انا نتكلموا في بنايه منتخب ونقول الكلام هذا لا. اعاده ترتيب البيت، يلا خلينا اوكي اعاده ترتيب البيت يلا. اوكي، الاهم اليوم هو انه نشوفوا، لانه شفنا اللقاءات اللي فاتت انه الفريق تاعنا ما كانش في المستوى المنتظر من الجماهير تاعنا، من الجماهير الرياضيه خاصه، من الجمهور الرياضي. لانه شفنا ضد ايران ولا ضد اللقاءات الاخيره هذه، وين المستوى تاع المنتخب ما كانش كما كنا ننتظر فيه. لهذا نظن انه في هذا بين قوسين هنا نقدر نقولوا على نتكلموا على بنايه. لكن بنايه وين؟ بنايه في اللعب. نشوفوا اليوم عندنا فرصه اليوم في هذا اللقاء الودي في على ارضيه نشوفوا فيها كيفاش ممتازه، كيف الناخب الوطني راح نشوفوا اليوم حقيقة فلسفة لعبه. حتى ولو ضد تنزانيا ما كانش المقياس، صادر اون بوفي با نقدروا كيفاش نقيسوا المستوى والمردود تاع الفريق تاعنا. لكن معليش اليوم هي فرصة أخرى باش ننتظروا أداء ونتيجة. طبعا النتيجة أنا شخصيا النتيجة حبيت نشوف الأداء بهذه التشكيلة. ربما الشيء الوحيد اليوم أنه الفريق راح يلعب تشكيلة نقولوا كاملة، يعني من منذ نقولوا عده لقاءات ما كانتش فيها التشكيله كما يلزم الحال. تقريبا كما صرح فيه المنتخب او الناخب الوطني رابح ماجير ان المنتخب الجزائري لاول مره تقريبا عنده كل العناصر تحت يده، رغم طبعا الغياب لاسباب يعرفها الخاص والعام، لغياب اللاعبين الثلاثه فغولي ومبولحي وايضا بسبب الاصابه لحليش. لا لما نشوف استدعي بعد 3 سنوات من الغياب. طبعا نتكلم على التشكيله، لما التشكيله احنا عندنا تشكيله اذا كان ممكن مع المخرج اذا كان انهى، لان الامور كانت متسارعه وعندنا ضيق كثير في الوقت. هذه الصور للمنتخب الوطني دخل منذ قليل ارضيه ميدان ممتازه كما تشوف ناصر. بويش طبعا مع التشكيله الوطنيه عندنا شوشي بالخيطر العائد ايضا بعد سنتين، بن سبعيني، ماندي، شافعي، بن طالب، فرحات، سوداني، محرز، بنجاح، ابراهيم، تقريبا يعني متكامله. يعني انا نظن في النواحي دفاعيا في وسط الميدان او هجوميا نظن احسن لاعبين تاع التشكيله الوطنيه اليوم موجودين. ربما حقيقه انا رايي الشخصي انا انه في غياب فغولي، ربما غياب مبولحي، لكن بصفه عامه هذه التشكيله مثاليه. اليوم ما نقدروش نديروا احسن تشكيله من هذه. نظن اللاعبين فقط يعني من عنصر مهم جدا. احنا معنا على بين قوسين، مش عارف اذا كان اكتملت تجهيز الزميل محمد شماني. مساء الخير، صح رمضانك، هل تسمعني؟ لا يسمعنا، لم يتم بعد تجهيزه من ناحيه التقنيه. طبعا سيكون معنا على مستوى هامش الميدان. قلت ما لازمش نساوي عنصر مهم جدا، نحن ننتظر ربما مردود لباس به المنتخب الوطني والعناصر خاصه الوطنيه، ولكن نحن في نهايه موسم. نصر بوش
حقيقة يعني بين قوسين لازم يعني نذكروا المشاهد الكريم انه انت يعني رياضي ذو مستوى عالي جدا في السنوات مضت. لا ما نقدروش نقولوا انه لا في نهايه موسم حقيقه فيه ارهاق فيه تعب فيه اشياء نفسيه لا يعني نفسيا هذا نهضر لك نفسيا فيها. لكن اليوم قلت لك لما تشوف ارضيه ميدان مثل هذه لما تلعب فوق ارضيه ميدانك لما في غياب الجمهور شويه لا غياب الجمهور لكن انت في الذهن تاعك انه على بالك ان الجماهير الجزائريه حتى امام الشاشه تاعو حب يشوف يعاود يشوف هذاك المنتخب اللي كان يمتع الجماهير هذا هو ذهنيا انا نقول لك للاعب لانه كل الامور جاهزه نقول قلت لك ارضيه الميدان ممتازه صيام فات كما الحمد لله فطرنا نظن ان شاء الله يكون فيه اداء. انا الاهم هو حنشوف كيف فلسفه لعب تاع الناخب الوطني راح يلعب 4-4-2 4-3-3 3-5-2 نشوفوا كيف راح الفريق تاعنا راح يلعب كيفيه يعني توظيف اللاعبين على الاهم لانه في المقابلات السابقه ما شفناش اشياء كثيره كما نقولوا لازم نقولوها صراحه انه كان فيه شويه يلا يبدو انه عندنا شويه وقت راح نتكلموا بوست يعني بور بوست او بار بوست. عندك شاوشي فوزي في الحرس فوزي تجربه كبيره لا فوزي لازم نقولوها من احسن حراس محليا على الاقل انا نظن انه لما يكون في يومه لا الخيار راهو في محله يلا بالخيطر العائد بالخيطر انا حدث وش حدث له في كاس افريقيا يعني. والله لما نشوفوا اللقاء اللي داروا في نيجيريا في نيجيريا وين شفنا حقيقه جاز جاز 3-1 3-1 وين ربما كان من اضعف اللاعبين فوق الميدان هذاك النهار هذاك اليوم له فرصه باش يتارك هذه بس بعيني على الجهه اليسرى اللي لعب هذا الموسم في فريقه في فرنسا اكثر مباريات لعبها على الجهه اليسرى لا بن سبعيني نظن انه كما نقولوا سي فالور سور اليوم بن سبعيني راهو في كل لقاءاته وكان يكون حاضر دار موسم لاباس به حتى ولا ما نقولوش موسم كبير لكن موسم لاباس به مع الفريق الفرنسي تاع وران نظن انه هذا ايضا خيار لاباس به يلا الان ماندي شافعي كانوا اللاعبين بداوا يعني يولفوا بيناتهم يعني لا ماندي ماندي اللي قام بموسم ممتاز هو الاخر مع فريق بيتيس هذه الاشياء هذه لازم نتكلموا عليها هو بودبوز يعني تحيه لبودبوز الغائب في لا انا نظن هذه انا نقطه استفهام لانه لاعب كيما بودبوز انا نظن لازم نعرف في التشكيل لما نسالك الاسئله انت راح تجاوب لا بودبوز لاعب انا من ربما من احسن اللاعبين الجزائريين يلعبوا في البطولات الاوروبيه مع البيتيس نشوفوا كيفاش تاهل اوروبا ليغا هذا هو واش حبيت نقول لك ان نشوفوا الاداء نذكروا فقط واداء تاع الفريق البيتيس نذكروا السادس يعني مع ريال مدريد مع البارسا مع اتلتيكو مدريد الحمد لله اليوم يعني انا نشوفوا كاين الصور نشوفوا الصور نشوفوا المستوى اللي يلعب به ضد هذه الفرق في احسن بطوله في العالم فلا ليغا انا على حسب رايي احسن بطوله في العالم ومن بعد نشوفوا الشافعي اللي هو انا نظن احسن لاعب في هذا المنصب هذايا على المستوى الوطني على المستوى الوطني لا على الاقل المستوى الوطني ونقول انه الشافعي عنده اون برينسيب كيما نقولوا عده مواسم وان كان يقدر يكون في المنتخب الوطني الثنائي بن طالب وفرحات فرحات هو الاخر في فريق لو هافر ويقوم بموسم لهذا اليوم استدعي للمنتخب منذ عده لقاءات بن طالب ليعود للمنافسة بعد إصابة طولت شوية بعد ذلك هناك سوداني من أحسن هدافي المنتخب اليوم منطقيا يكون في التشكيلة إبراهيمي ما نقدرش نتكلموا إبراهيمي أخيرا أصبح بطل يعني تحصل على لقب في مشوار الرياضي ماشي حاجة يعني. ماشي حاجة سهلة وماشي حاجة كما نقولوا والو لما تكون بطل في البرتغال مع فريق بورتو ونشوفوا أن الأندية اليوم في اوروبا في ايطاليا وبدات حبت تدي ابراهيمي هو سون فالور سور بونجاح هداف فريق بونجاح لازم له اكثر وقت ممكن مع المنتخب الوطني حتى يعني يلقى المعالم نتاعو لي ريبورتير بونجاح لازم يلعب عده لقاءات متتاليه ولازم عليه يسجل اهداف في كل لقاء تقريبا باش نقولوا ليحدث مع فريقه السد احنا ننتظروا انه يحدث مع المنتخب الوطني لماذا بعد ذلك هناك محرز طبعا حرز يبقى السؤال مطروح دائما بحرز دائما ننتظر جماهير الكبيرة سي الذهاب إلى السيتي الذهاب إلى السيتي وتقديم الأحسن والأفضل على الصورة طبعا نشاهد أقواش معاه
الناخب الوطني يتكلمان البرتغاليه يعني. رياكواش ظل لاعب السابق اللي ويتكلم لا ما نساوش ان راس الجزر الاخضر هي سينكولونيه برتغاليه فعلا. طبعا دخول الفريقان سنستمع للنشيدين الوطنيين بعد قليل. جمهور يعني قليل ولكن هي هكذا طبعا يا سارة رمضانية. ننتظر انه سيلتحق ويتوافد الانصار منتخب الوطني على مدرجات ملعب 5 جويليا. نستمع للنشيدين الوطنيين طبعا بالنشيد الوطني للرأس الأخضر. إذا سيداتي ونسيتي مرحبا بكم مرة أخرى. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، سهرة رمضانية على مباركة وممتعة على التلفزيون الجزائري على القناة الأرضية. مباشر بعد قليل سيبدأ بين المنتخب الوطني الجزائري وفريق الكاب فيردي فريق الرأس الأخضر في مباراة ودية تحضيرية مهمة جدا. نصر بويش طبعا كل مباراة لازم يستغلها الناخب الوطني واللاعبين يعني لأقصى درجة. لا المقابلات كلها دوكا كما نقولوا مهمه ولازم نستفادوا منها. الاهم هو انه نستفادوا من هذه اللقاءات هذو. ماذا سنستفيد؟ هذا الاهم هو انه نستفيد من مباريات مثل هذه. حاب نستفيد اسلوب لعب، طريقه لعب اللي تسمح لنا باش نمشيو ونوصلوا تقدر نروحوا لو بلو لوان بوسيبل كما نقولوا. إذا نبيل بن طالب هو القائد في هذه. سامي نور الدين مساء الخير. مرحبا كنا ننتظر في التجهيز، تجهيزك تقنيا سي محمد شماني. مساء الخير. صح فطورك زميلي العزيز سامي نور الدين، وصح فطور واحد ممن صنعوا امجاد المنتخب الوطني والكره الجزائريه نصر بويش، وايضا عضو الطاقم الفني سي إغين مزيان. مساء الخير وصح فطورك. اول انطباع ربما عن المباراه واهم هدف من هذه المباراه التحضيريه. صحفتكم صحفت الحضور في البلاتو. هذه مقابلة تحضيرية وتدخل في البرنامج اللي كان مسطر من قبل. بقت لنا مقابلتين، هذه المقابلة والمقابلة الأخرى مع البرتغال. راح نطوي صفحة المرحلة الأولى من
الاستعداد للمقابلات الرسمية. إذن هذه المقابلة تدخل في هذا النطاق، وتمنى إن شاء الله تكون مقابلة مفيدة لنا. حظ موفق إن شاء الله. شكرا 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 لك زميلي سامي نوردي. شكرا. شكرا شماني. بالتوفيق طبعا، تدخل في كل مرة جوزي مارديش في الحراسة بالنسبة لكاب فيردي، كارلوس تافاريس، ستيفن بيريرا، كارلوس رودريغيز، تياغو ديل ألميدا، نيلسون ليما، إلفيس ماسيدو، إلدر فييرا، نونو مونتيرو راتشا، رايان غراكا مينديس، وريكاردو غوميش المدرب جوزي رويس أغواش. هكذا المنتخب الوطني الجزائري إلى بديل المباراة بشاوشي بالخيطر الجهة اليمنى، الجهة اليسرى بن سبعيني، في وسط الدفاع كل من عيسى ماندي وفاروق شافعي، زين الدين فرحات ونبيل بن طالب في الوسط، العربي السوداني على الجهة اليسرى، الجهة اليمنى رياض محرز، وياسين إبراهيمي في صنع اللاعب، وطبعا رأس الحربة بنجا. هكذا هذه هي، نشوفوا أن تقريبا هي تشكيلة 4-3-3، ونشوفوا أنه محرز على الرواق كالمعتاد، الرواق الأيمن. نظن أنه بصفة عامة هذه هي التشكيلة، التشكيلة المنتظرة. سينطلق اللقاء بعد قليل سيدتي ونسي سيدتي في هذه اللحظات. طبعا تأخر اللقاء ونحن في الساعة، تشير إلى الساعة 10:21. ينطلق اللقاء سيدتي ونسي سيدتي في هذه اللحظات بملعب 5 جويليا. ما فيش جمهور كثير، ولكن في تشجيعات أولية، هذا من ناحية النفسية طبعا سيخدم المنتخب الجزائري. القائد في هذه المناسبة لأول مرة نبيل بن طالب برقم 10، لا بالرقم نتاعو كالعادة اليوم انضم برقم فعلا هو رقم 10، هو رقم 10 فعلا، وابراهيمي رقم 11 هكذا. هاو بن طالب لعب الشالك، لعب أعمدة هذا الفريق. مندي عيسى مع الابراهيمي، ثم محرز، تدخل المدافع القوي على باللباس الازرق المنتخب الكاب فيردي الذي تحصل على 7 نقاط في تصفيات كاس العالم، يعني مقارنه بالمنتخب الجزائري بنقطتين. طبعا فاز المنتخب الجزائري على البساط الاخضر امام المنتخب النيجيري عنده 4 نقاط، ولكن هذا يعني فاز ذهابا وايابا على فريق جنوب افريقيا. الفريق يتكون من لاعبين اكثر من 95% ينشطون بالبطولات الاوروبيه خاصه في البرتغال. هذا هو الاهم، انه كل الفرق الافريقيه اليوم انه عندهم جاليه كبيره لاعبين كثير يلعبوا في البطولات الاوروبيه، والجزء الاخضر من هذا كما نقولوا لي ناسيون اللي عندهم لاعبين كثيرين يلعبوا في البطولات الاوروبيه على غرار تقريبا كل المنتخبات الافريقيه. وهذا باش نقولوا انت قلت عدد النقاط اللي فازوا بها 7 نقاط، نظن لبلد مثل الجزر الاخضر نقول عدد لباس به من النقاط في لكن هي المستوى تاع الفريق ولا كاليتي تاع الفرق هذوما اللي اليوم نشوفوا كل موسم كيفاش كل ولا في كل دوره يكونوا حاضرين. في 2013 وصل للربع النهائي في الوقت المنتخب الوطني الجزائري تحت قياده علي الوزيش، خرج من الدور الاول هكذا. يلا هذه لا الحق الربع النهائي، الربع النهائي هو الربع النهائي، المنتخب الوطني خرج من الدور الاول، الدور الاول في 2013 هذه هي بغينيا الاستوائيه. كره لصالح المنتخب الجزائري، وعيسى مندي يطلب الكرة، ابراهيمي في وسط الميدان ينتظر، لا يرجع الخلف مع فاروق شافعي لاعب اتحاد الجزائر، بن سبعيني، رامي، ابن قسنطينة واللاعب السابق ببارادو اتليتيك، طويلة الكرة للمرة من شافعي لبونجاح، تدخل الدفاع عن طريق كارلوس، كارلوس لوسانتوس على الجهة اليمنى، محرز ثم يلحق عليها بالخيطر، يلمسها اللاعب وسهل علي جوزيمار دياش الحارس. الصورة ربح ماجير، حكايات طويلة وعريضة مع ميدان وملعب 5 جويلة لماجير. طويلة الكرة هذه كلاعب، كلاعب طبعا. شوشي في وسط الميدان، بن طالب طبعا الحراق بوضعية اليوم كيف يكون مردود، خاصة زين الدين
فرحات يلعب تقريبا في المكان نتاعو اللي يلعب فيه في الرواق في الرواق لا في الرواق الايمن لا لا اليوم نشوفوا محرز اللي يلعب في الرواق الايمن هو راح يلعب كوسط ميدان كوسط ميدان تقريبا على الرواق الايمن. هاي سوداني كره جميله على الجهه اليمنى من ابراهيمي لمحرز ينطلق محرز المراوغه بالقدم اليسرى يرجع الخلف التصويبة من بوينتيا كرة مباشرة للركنية الأولى عن جهة اليسرى الحارس دياش جوزيما. نظن أن كل لاعب راه في المنصب المناسب له في هذا اللقاء ممتاز وهنا راح نشوف المردود لكل لاعب هذا هو لأنه قلت لك اليوم فرصة في لقاء مثل هذه كل لاعب يوري حتى ولو كما قال مزيان أنه داري الهدف الأول الهدف الأول خروج كارثي للحارس جوزيمار وبن سبعيني رأسية ممتازة يسكن الكرة في شباك الحارس الكاب فيردي جوزيمار دياش هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الوطني الجزائري بعد مرور أكثر من 4 دقائق في الدقيقة الخامسة. نشوفوا أن كيفاش حارس مرمى كما قلت جوزيمار اليوم ما خرجش الكوشون عاد نشوفوا هذا كيف كانت كرة سهلة خرج باش يخرج برك كيما نقولوا وطبعا الحراس عندهم حاجه واحده يعني يخرج يضرب الكره او يبقى على خط المرمى تاعو شوف لا كانت فيه سهوله انا في تسجيل الهدف نظن انه بن سبعيني شوف حتى صعد وحده شوف صعد وحده دا راسيه سهله لا هذا لا ينقص من اهميه الهدف بالنسبه للمنتخب الجزائري هنا ممكن نفسيا يلعب اكثر باكثر لا بكل ولكن لا. ولكن يكمل بجديه لا نذكروا يلعب بجديه لا حبيت نقول لك انه هذه فرصه اخرى فرصه للمنتخب تاعنا باش يسهل الامور تاعو فعلا. رايان ايزاك تحصل على تماس لصالح كارلوس تافاريس يلعب على الجهه اليسرى ترجع له تافاريس مع ابراهيمي تفوق عليه طويله من زين الدين فرحات ولكن سافرت الحكم لصالح المنتخب الوطني الجزائري طبعا بدايه موفقه مهم جدا هنا قلت ما يلعبش لا يتساهل في مع المنتخب الكاب فيردي ولكن يلعب بجديه لا لازم تلعب بجديه هاي الفرصه هذه فرصه لما تسجل اهداف في بدايه لقاءات مثل هذه راح تسهل لك الامور ماشي تسهل لك بمعنى تساهل او لا تسهل لك باش تطبق واش انت تريد يعني واش راك حاب انت يعني فعلا الناخب الوطني يطالب باللعب ككتله بدايه تكون من الخلف اكيد لا بدايه من الخلف نشوفوا منذ بدايه اللقاء فيها خروج بكره ممتاز من الخلف شوفوا كيف استحواذ على الكره ما نضيعوش كره سهله فعلا لا شوفوا انه فيها كره عرضيه لماندي يرجعها الى الخلف للشوشي بدون انتظار طويله للدفاع ثم راسيه هناك لماندي مختار بالخيطر هنا كرة خارج على التماس رودريغيز وخطأ لا هنا نشوفوا كيفاش بالخيطر يوجد صعوبة باش يخرج الكرة بكيفية لاباس بها نظيفة نشوفوا كيفاش في كل ما كرة لا ولكن فقط الملاحظة الأولى أن المنتخب الكاب فيردي يلعب على الجهة اليسرى يعني على الجهة اليسرى تاعو اليمنى المنتخب الجزائري لا ينطلق محرز ينطلق محرز معليش ناصر بويش محرز من هناك يدخل منطقة العمليات على الجهة اليمنى اليسرى ثم يرجع لا تباطأ شوية كان فيه مراوغة زايدة واحدة يعني كان ممكن الأولى لا نعرفوا أنه لا يلعب طريقتك هو يلعب طريقتك معليش لا لازم دير دي جاست كيما نقولوا لازم لا لكن حبيت نرجع انه لازمش نضيعوا كرات سهله مثل هذه أيوة. شفنا في فعلا هاي الركنيه الثانيه في راسيه التصويبه ارضيه والهدف فيه رايه تسلل رفع على الرايه قبل التدخل كان فيه كره ثانيه على ركنيه نشوفوا كيف الدفاع الفريق يوجد صعوبه في كل مره لكن حقيقة كما قلت انت منذ 8 دقائق من انطلاق هذا اللقاء نشوفوا ان الكرة عامة هي على الجهة اليمنى شوف لا فيه ده. لا شوفوا وضعية حتى هو ما لعبش يعني ما لعبش لكن في الجد هو لكن كان ربما لا 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 لو جاست كما نقول جاست باش قام بحركة لأنه أثرت لأنه دار بحركة لكن كان بعيد عن اللقطة حقيقة بعيد عن اللقطة لكن كان يقدر الحكم ما يصفرش كما نقولوا
وضعية التسلل في هذه اللقطة. 9 دقائق تقريبا هدف مقابل 0 لصالح المنتخب الوطني من تسجيل رامي بالسبعين في الدقيقة 5 أمام كاب فيردي. تماس لصالح الرأس الأخضر فريق قلت الذي يلعب المباراة 5 هذه الأولى الودية أمام المنتخب الوطني الجزائري. على الجهة اليسرى تماس لكارلوس تافاريس. كارلوس في وسط الميدان عودة المنتخب الوطني الجزائري بقى سوى بونجاح من وراء الخط الوسط. انطلاقة على الجهة اليسرى لريكاردو. لا في خطأ من بالخيتر حتى هنا نقدروا ما نقوموش بخطأ حتى ولا كما نقولوا للطاكل كان نقولوا متأخر شوية وفيه كان يقدر لا فيه عمل الآن. هنا لازم يتفطن شوية محرز لازم يرجع ويساعد العمل الدفاعي دفاعي لازم يساعد شوية يعني زميله حقيقة لأنه زميله الآن راح يكون عنده في كل مرة يكون فيه نقص عددي بالنسبة له. ربما نشوفه من خطر من لاعبين اللي يمس الكرة أكثر 10 دقائق الأولى و9 دقائق الأولى يمس الكرة عدة مرات. هاي كرة ثابتة تكون خطيرة على المنتخب الجزائري. طبعا وضعية راح تساعد المنتخب الوطني الجزائري حتى يشوف المردود نتاعه. التصويبة إلا كانت فيش وضع تسلل يسترجع الكرة وإلى الركنية هذه المرة بدون شافعي ما حبش أن يأخذ لا كان في وضعية صعبة عليه إلا يقولوا انه لما الكره تجيك في هذيك من هذيك الاتجاه ترجعها في هذيك الاتجاه ترجع في هذيك لكن وبعيد ايضا بعيد لانه عندك المرمى فعلا الركنيه على الجهه اليسرى الاولى لصالح المنتخب الكاب فيردي واليسرى على الجهه اليسرى لشاوشي. هاي الركنيه كان وحده هذا رقم 5 وحده تقريبا نفس الوضعيه اللي كان فيها بن سبعين تقريبا لكن هنا اللاعب ما كانش رقم 15 هنا طبعا هنا نديروا تحليل بالنسبه للدفاع المنتخب الجزائري لا كل ما يتفرج يعني لا كان بدون شوف. بدون رقابه نشوفه بدون شوف. يلحق شوف رقم 15 سنين. لا 15 ورقم 25 هو يعني اللاعب هنا ما امنش انه الكره حتجوز بسهوله ما تقدرش كان بدون رقابه بيكون بكل رقابه وما كانش يستنى في الكره كان بيكون دون رقابه لانه كان يستنى في الكره كان يحطها في الشباك لانه كان الكره سهله نقولها لا لماذا نقول لماذا الكره كانت سهله ما كانش فيها رقابه ما فيهاش ني رقابه ني تركيز كما نقول ولهذا قبل يلعب الكره او الكره الثابته والمخالفه المنتخب كاب فيردي قلت هذه وضعيه تساعد المنتخب الوطني والناخب الوطني حتى يشوف اليوم رده فعل فريقه في هذه الوضعيه. شوف هذا هو لما نقول مقابله تحضيريه ولا مقابله في هذا في مثل هذا السيتياسيون الوضعيات هذو وين لازم تكون كما نقولوا حاضر. هنايا شفنا ان الدفاع ما كانش حاضر الدفاع تاعنا ما كانش حاضر. كره في دفاع المنتخب كاب فيردي يرجع لحارسه جوزي مارديش. كره جات من ستيفن فرنانديز على الجهه اليمنى. تياغو ميغي او ميغوي عفوا يرجع رقم 11 ريكاردو يطلب الكرة رودريغيز ما توصلوش في وسط الميدان لرقم 15 نونو ميغويل ثم رايان بدا يستحوذ على الكرة الفريق الكاب فيردي. هاي الكرة سهلة سهلة صعبة 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 والدفاع في آخر لحظة كانت عن طريق ماندي. شفنا كيف فريق لما يستحوذ على الكرة ويحط الكرة بكرة قصيرة يتقدم يخلق بعض الصعوبات للمنتخب الوطني. احنا نشوفوا كيفاش وسط ميدان تاعنا ما قدرش شفنا كيفاش كره فريق كافير عرف كيفاش يستحوذ على الكره لاول مره في اللقاء والحق بسهوله تقريبا حتى عند شاوشي ما شفناه. طويله من شاوشي بنجح سبتلقى ولا كره لحد الان يعني من زملائه في وسط الميدان. المراوغه لالفيس ماسيدو رقم 5 وضيع ومخالفة. اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري يعني يوصلوا متأخرين في كل مرة لما يكون صراع ثنائي. لا في الصراعات لا في الصراعات وفي المراقبة في الخروج اللازم في الوقت الملائم. نشوفوا انه كيف الفريق جوز الأخضر اليوم تقريبا خلف اللقاء تعديل النتيجة
تعديل النتيجة بطريقة رائعة جدا من ريكاردو دو خورخي. الكلام اللي قلته يا سي ناصر بويش يعني تحقق الأرضية. لا شفنا كيفاش الفريق تاع الدوزون الأخير دخل في اللقاء عنده ربع ثلاث دقائق أو ربع دقائق دخل في اللقاء كما ينبغي، استحواذ على الكرة وما فيهش رقابة، كاين كيفاش نقولوا ما فيهش رقابة من وسط الميدان تاعنا، مرتين أو ثلاث مرات يلحق بسهولة. شوفوا كيفاش بسهولة، شوف كيفاش كانت ممتازة جدا. لا وبعد لما تخلي المهاجم لا خلاص لا تخلي له فرشوت شوت مراقبة الكرة، شوف المساحات الكرة يقدر يحطها وين يحب. شو وين راحت؟ راحت كيما نقولوا في شوشيم يقدر يدير والو. شوف لا لا الحارس لا 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 ابدا ابدا لما تخلي مهاجم اللي عنده شوت البنية اللي عنده المهاجم هذا تخليه في 20 او 18 متر او 20 متر يعني انتهى خلاص. اذا هدف مقابل هدف سيداتي ونسيس هذه بملعب 5 جويلي، هذا اللي كنا نقولوه منذ قليل ان المنتخب الجزائري الان لازم يلعب ب يتسهل الامور ولكن يلعب بجديه، ليس التساهل مع المنتخب المضاد. الفريق الكاب فيردي يلعب بفريقه الاول ويحضر لمباريات في بدايه من شهر سبتمبر حتى انهزم في المباراه الاولى امام المنتخب الاوغندي. الاوغندي قوي جدا قوي جدا قوي جدا. جدا بارك الله فيك بارك الله فيك. اللي بقى مع المنتخب البصري لاخر مباراه في كاس العالم، كان في كاس العالم يعني عوده المنتخبات الانجلو افريقيه. لا 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 لوبدين فريق الاوغندي من زمان عنده كره انجلو كما قلت. لا لا وانت لعب ضده يعني ضد صعب جدا صعب صعب جدا لانه يعني لاعبين كلهم يجري ويلعبوا بحركه كبيره، لكن نشوفوا ان الفريق كيفاش هذا يدخل فريق شو دخل في اللقاء. هاي انطلاقه على الجهه اليسرى عن طريق نونو ميغويل ضيع له الكره ثم ابراهيمي يرجع لمساعده يضيعها مباشره في وسط الميدان مع الفيس ماسيدو القائد. ممتاز هذا اللاعب رقم خمسه بالكرة اليسرى بالعنده اليسرى. لا يذكرنا بلعب بلعب ببنفيكا هكذا، لعب في ولعب في باريس سان جيرمان، هو برتغالي يلعب في وسط الميدان هنذكره بعد قليل. يلا كرة في وسط الميدان لصالح المنتخب الوطني مع بن طالب القائد يوصلها لشافعي بن سبعين رامي. شوف عودة المنتخب الكاب فيردي في منطقته في منتصف ملعبه، كرة جايه اليمنى من هناك توصل الى بالخيطر في صراع ثنائي ضيعها. شوفوا الان لا شوفوا بالخيطر بالخيطر منذ ضيع شويه ثقه لا شويه ضيع ثقه الحذر. هاي كره هاي كره لصالح المنتخب الوطني الجزائري عن طريق محرز والكره تخرج الى هذه في هذه الكره. انا نقدر نشاطرك في هذه الكره وين محرز شويه كثر بشويه بالكره كان عليه كان يرجع لا كان يرجع لانه كان صعيب عليه في الثنائي كان في لاعبين على الاقل امامه. لا في هذا في هذه المنطقه هذه صعيب كثير انه انك تمر تمر في لكن شوفوا بالخطر وين مره اخرى كما نقولوا لو ديويل تاعو في الثنائي زاد خسروا هذه فعلا هذه النقاط تحتسب عليه. نذكر فقط انه مختار بالخطر تبقى له ربما الذكرى السيئه اللي لعبها في ضد منتخب النيجيري. لازم له ثقه لازم له ثقه لازم له وهذا يرجع للناخب الوطني والمساعدين يعني في من الناحيه النفسيه كيف يحضرون اللاعبين لهذه المباريات. كره للكاب فيردي عن طريق ستيفن فرنانديز يلعب مع دياش جوزيمار. منذ عده دقائق ما شفنا ولا فرصه للمنتخب الوطني الجزائري ولا لقطه جماعيه طويلة من ستيفن فرنانديز. تدخل فاروق شافعي توصل ل نشوف انه فرحات يضيعها تروح للتماس بعد تلقينا الهدف. نشوف ان اللاعبين تاعنا مازال هم نقولوا تقريبا شغل راحت لهم ثقة راحت لهم ثقة في اللعب. نشوف انه كاع مقلقين لازم ما لازمش يعني لا. يعني بين قوسين ما لازمش لعبنا 18 دقيقة فقط. معليش اسمح لي ناصر لعبنا 18 دقيقة فقط نلعب على أرضية ميداننا أمام جمهورنا سجلنا احنا الأولين معليش تلقينا ولكن الآن لازم نرجع لا في يعني المباراة. لا علينا نرجع في اللقاء نرجع في المباراة ونرجع اللعب تسمى بالطريقة يعني بالطريقة الطريقة تاعنا يعني ممكن انك تتعادل وتقدم مردود لاباس به ممكن انك تفوز ولكن بطريقه لا انا قلت لك انا الاهم اليوم ماشي النتيجه نشوفوا الاداء لانه الاداء خمس دقائق الاولى كنا بيان اون بلاس كيما نقولوا سجلنا هدف لكن من بعد ما شفناش اشياء كثيره وسمع هذا الشيء اللي يسمح للفريق تاع الجوز الاخضر يعود في اللقاء ويعدل النتيجه واليوم انه دوك رانا نشوفوا انه
دخل في اللقاء كما ينبغي لفريق كاب فيردي. كرة في وسط ميدان تضيع تصبح لصالح المنتخب كاب فيردي. نونو ميغيل وصل على الجهة اليسرى ثم فرنانديز طويلة بسوء تفاهم مع زميله نونو ميغيل وتصبح سهلة لمنتخب الوطن الجزائري. وانطلاقة عيسى مندي وصل على شافعي. شافعي لا رامي بسبعيني لا ينتظر فعلا يوصلها له على الجهة اليسرى من هناك. ملبس كرات كثيرة ابراهيمي بطل البرتغال مع بورتو. مختار بالخيطر ينطلق مختار واحد اثنين كرة ما توصلش لا توصل لابراهيمي تصويبة ربما لا كثر شوية في التدريب كان تردد شوية ما عرف ولا يعني يصوب ولا التصويبة ممتازة والهدف كانت بتوجه إلى المرمى ولكن بالقبضة اليد خرجها للركنية جوزي مارديش. المحاولة كانت من بالخيطر ربما هذه اللقطات راح تعطي ثقة شوية لبالخيطر ممكن. لا لبالخيطر لا لكن حتى ولو نقولوا الكرة ما مدهاش وين لازم يمدها لكن كانت لقطة خطيرة نشوفوا لا تسديدة لا تسديدة كانت في, لا في الإطار لا المساء الحارس خرج إلى الركنية لا لا تسديدة لا قبل التسديدة كانت كرة ربما كان في ظهر اللاعب وليس أمامه فعلا هذا واش حبيت كان ضاعت حبيت نقول لكم انتك شفتها وأنا كيما شفتها أنا فعلا وكان تردد شوية إبراهيمي كان ممكن كان لازم في الوهلة الأولى الأهم هاي الركنية لصالح المنتخب الوطني الجزائري الثالثة لصالح المنتخب الجزائري هذه المرة الأولى الجهة اليمنى لجوزي مار في حديث مع الحكم اللاعبين طبعا حتى المباريات الودية هذه تحتسب على مستوى الترتيب العالمي للفيفا ذكر انه بعد هذه الركنية هاي الركنية واحد المحاولة من سوداني لما شاهدناش تماما هذه الكرة ربما الوحيدة الأولى اللي شاهدناها يعني قلت لك هذا يعني نقص السيطرة أو العمل الهجومي لمنتخب الوطن الجزائري الوطني طلب بلعب الكرة الأخيرة بالرأس فعلا لا كان ممكن لا لا بالرأس من الأحسن بكثير بالرأس فعلا يعني قال بالرأس فعلا بالرأس لا باش نشوفوا أن حتى ولو منذ بداية اللقاء اللاعبين تاعنا يلعبوا أكثر على الجهة اليمنى لهذا نظرنا أن السوداني ما جاتوش كرات عديدة لكن نشوفوا أنه لما اللاعبين تاعنا يزيدوا شوية في الريتم كما نقولوا يكونوا يقدروا يشكلوا خطأ لكن شوف كيف الفريق الكاب فيردي اللاعبين تاعهم لما تكون عندهم كرة في استحواذ جيد ولما يكون عندهم فرصة باش يمشيوا الأمام يمشيوا ينطلقوا بسرعة 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 هذا احنا لما اللاعبين تاعنا ينطلقوا في بعض الأحيان بسرعة فيها كيما نقولوا إعادة الهدف ممتاز بالعمود بمساعدة العمود يعني بالعقب كرة ثنائية ثلاثية ثم التصويب مباشرة في المرمى كرة لصالح منتخب الوطن الجزائري زين الدين فرحات هاي بنجح فيه خطأ فيه خطأ يعني شافوا بين قوسين سمير جمال نظن انه حتى ولو شفنا كيفاش الكرة من بعيد مدها فرحات البنجح تصعب على بنجح باش يفوز في هذه الثنائيات هذه لانه الاهم هو الاحسن هو الاستحواذ على الكرة واللعب كي نشوفوا الفريق كاب فيردي كيفاش يحتفظ بالكره يسهل على الخلف يسهل على روحه بنايه من الوراء من الخلف والتقدم كره على الجهه اليمنى من هناك توصل لستيفن فرنانديز او كارلوس دو سانتوس من هناك واحد اثنين لا الكره تقص وتصبح لمنتخب الوطن الجزائري ابراهيمي يرفع راسه واحد اثنين وفي خطا من فرنانديز رقم اربعه يتقلق شوية بنجاح لأنه حتى الكرة اللي يلمسها الأولى فيها خطأ عليه لما يعني. لما تدعب الظهر لا حبيت نقول أنه مقلق لأنه لماذا لأنه ما تحصلش على كرات كثيرة وما لعبش كرة ما لمسش كرات كثيرة فرد فعله هو هكذا يعني نوردين رأس حربة ربما تقدر ما تمش كرات كثيرة تجيك كرة وكرتين تسجل أهداف لكن ظن لما تلعب ظهرك للعب عادة انه اللاعب يتقلق وفيه كيفاش نقولوا يتلقى مخالفه ضربات وهذا من اهداف لاعبين المدافعين حتى يخليو يخرجوا اللاعب من المباراه هذا هو هاي كره ضاعت مره اخرى لصالح المنتخب كاب فيردي على الجهه اليمنى ينطلق في وسط الميدان إلدر لويس ثم المراوغه تدخل التغطيه كانت ممتازه شوفوا كيف من وسط الميدان كيفاش اللاعبين تاع كاب فيرد ينطلقوا بسرعه لما تكون عندهم مساحات لما تكون نشوفوا هذا ميلسون ليبا
رقم 2 ثم القائد إلفيس ماسيدو ممتاز 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 هو الرقاص يعني هو الرقاص في وسط الميدان يعني صانع الألعاب هاي الانطلاقة الانطلاقة من ريان إيزاك في وسط الميدان لليما يتفوق عليه السوداني ثم إبراهيمي ينطلق إبراهيمي وصل عليه السوداني من هناك الصراع الثنائي بينه وبين هذا القوي رقم 26 كارلوس دو شانتوش هل في خطأ يقول الحكم أم لا يلعب التماس هاي ربما الفرصة لا هنا كما نقولوا الأهم هو الكنترول لما المراقبة, المراقبة للكرة, للكرة الأهم في مثل هذه الكرة في هذه الوضعية هي مراقبة الكرة لما تدير مراقبة كما ينبغي لو هنا تمكن من الكرة كان هدف خلاص. لا خلاص. هدف فرصة فعلا. هدف فعلا طبعا هنا في دائما نتساءل يعني محرز في وضعية مثل هذه في الملاعب الإنجليزية تقريبا راح نقولوا 10 على 10 راح يوقف الكرة بطريقة ممتازة 9 على 10 ما نقولوا لا 10 على 10 9 على 10 هي هذه يعني ما ضيعها يلا كرة جزائرية مثل الكرات مثل هذه ذهنيا ما روش كيفاش نقولوا واجد لا ما لازمش المطلوب انه لازم يكون واجد كرة في على الجهة اليسرى من هناك رامي بالسبعيني ضيعها فيه ثلاث لاعبين على لاعب واحد ثم فاروق شافعي يوصلها لعيسى مندي ما شاهدناش الان يعني الامباكت تاع بن طالب شوف الوضعيه تاع بن طالب في بدايه المباراه بن طالب اللي يلعب امام الدفاع لا شوف الوضعيه نتاعو في بعض الاحيان يعني نتقلقوا شويه لانه هو عاده ما يتقدم ويروح بالكره الى الامام هل هي توصيات ربما توجيهات شوف يبقى شوف في مكانه في الكرة الحديثة اللاعبين مثل هادو لازم يمشيوا للأمام لما تكون عنده فرصة باش يمشي للأمام يمشي للأمام هو بداية اللقاء نسيبوه شو فتمركز في هذاك المكان ما يمشيش للقدام كما نقولوا يصعب هذا من الكرة راح تضيع لا إبراهيمي استرجعها ثم شوف الزقطة لحم الكرة في منطقة المنتخب الوطني الجزائري أعتقد في المنتصف ما يخليش يلعب براحة شوف لا ما يخليش يلعب براحة تماما لا باش نشوفوا انه كيف اللاعب تاعنا يسهل العمليه المهمه يسهل لهم لانه سهل المهمه للخصم تقريبا انت تلعب ظهر للعب في كل مره لازم تكون جاهز يعني جاهز باش الكره تديها الى الامام فعلا كره لكافيردي عن طريق كارلوس تافاريس يرجع للخلف يقرب اربعه القوي ستيفن فرنانديز في وسط الميدان مع نونو ميغويل وصلها الجهة اليمنى لليما في صراع ثنائي مع بالسبعيني ما فيش صفرة الحكم يخلي يتواصل اللاعب واسترجع الكرة عن طريق فاروق شافعي ترجع له الكرة من فوزي شوشي نقول ايضا انه شوشي الكرة الاولى يعني اللي كانت صعبة كانت في الشباك لا كرة ما يعني لا حتى الفريق لا حتى الفريق كافيردي يلعب في وسط الميدان ينتظر فقط يعني الفرصه ما يبذلش مجهودات كبيره لانه شايف ان المنتخب الوطني الجزائري ما يصعبش عليه المهمه لا كانت كرتين كره ثابته وراسيه تاع اللاعب تاع جوز الاخضر وين جازت كيما نقولوا برا بعيده واللقطه الثانيه لقطه جماعيه في المستوى ما كانش فيه مراقبه شوف كيفاش المهاجم كان وحده وسدد ومنين يجيبها بالعمود بمساعده العمود نقوله بمساعده العمود لان الكره كما نقول ضربت في العمود ودخلت في الشباك المخرج يزيد بالكوت لاعب ممتاز كره القدم يعني هو قال لك ان شوشي ما يقدر يدير لها والو يعني لا طبعا صعبه يزيد بالكوت بالقدم قدم اليسرى تاعو كرة لصالح منتخب الرأس الأخضر في وسط الميدان عن طريق ماسيدو من هناك في وضع التسلل بضع سنتيمترات حضاري صح هنا بضع سنتيمترات لريكاردو جورجي ما تسلل بمترين على الأقل لا متسلل لكن كانت لقطة تقدر ممتازة لعبة ممتازة في الدفاع لصالح المنتخب الوطني الجزائري نذكر فقط انه المنتخب الكابفيردي يلعب في المجموعه الرابعه لتصفيه كاس افريقيا مع السنغال بوركينا فاسو وجنوب افريقيا لا عفوا هذه
هو سجل 6 نقاط فقط في كأس العالم وليس 7 نقاط، ولكن في مجموعة قوية جدا أمام السنغال، بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا. رغم ذلك فاز بمباراتين، وفي المجموعة بالنسبة للمجموعة التصفوية لكأس أفريقيا إلى مع ليزوتو تنزانيا وفريق طبعا كاب فيردي. ذكر أنه التأهل هو للأول والثاني. كرة لليما، ثم من هناك أرضية والدفاع، ينطلق برايمي، ينطلق المنتخب الجزائري، برايمي من هناك يوصلها لي هاي الوضعية ربما لي يحبدها بونجاح، يرفع راسه ينتظر في وسط، قطعها فرنانديز رقم 4 على العربي السوداني. ممتازة ممتازة ممتازة، شوف هذيك الفتحة الرائعة جدا، الكرة الأولى في وضعية جيدة برأسية ممتازة في القائم الأيسر البعيد لجوزيمار، هدفان لهدف لصالح المنتخب الجزائري. نشوفوا كيف بونجاح كان في بداية اللقطة هو اللي مد الكرة لإبراهيمي، راه عاود راح كما نقولوا دار روحه في وضعية ممتازة ورأسية كما ينبغي فعلا. نشوفوا شوف الكرة، الكرة ممتازة أيضا من إبراهيمي، هو اللي قام باللقطة، هو اللي هو كان في البداية والنهاية، في النهاية فعلا ممتاز. هاي الوضعية وضعية اللاعب القناص، يعني كنا نتكلموا على الكرات اللي ما وصلتوش، هاي الكرة الأولى لا أول كرة كما يدارها وحطها وين لازم من الحال، يعني كرة هي صعبة على الحراس، لا صعبة على الحراس. الناخب الوطني شرب الماء أولا ثم تشاور مع المساعد، خاصة شوية تاي وشوية قلب الناس بعد النهاية يا رب، بعد نهاية مباراة كرة يا محرز، يا محرز من الأحسن محرز يروح بها وحده كما نقول، لكن ممكن مرة لا يروح بها وحده كما نقول. لا بونجاح كان في القائم الثاني. يلا كرة لكاب فيردي، انطلاق لفرنانديز ليما الجهة اليمنى أمام، لا ضيع 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 تماما، ضيعها ليما أصبح 55 لشوشي، الهدف الثاني يعطي فرصة لماجير وللاعبيه لاستعادة الثقة وإعطاء وجه آخر وأحسن وأفضل. لا كنا تكلمنا أنه الآن ننتظر دائما لازم تلعب بنفس الكيفية، يعني تزيد في الريتم، لما لازم تزيد في الريتم. شوفوا كيفاش كرة هذه ممتازة ممتازة، أو بالخيط أو بالخيط، هاي الفرصة ينتظر من هناك عالية وأنا لعب. لا حتى أنه لا كرة لا قرار الاختيار أيضا، طلب الكرة في العمق ثم رجع للخلف. لا هو كيفاش نقولوا الكره ضربها اون ريبتور، هذيك هي ما تقدرش دير حاجه. لا ما نتكلموش على لا بالخيط، لا تكلموا على بونجاح. ايوه يستقبل الكره في المساحه، هاي الركنيه الهدف. نشوفوا الحارس اللي مرة أخرى في ضعيف في الكرات العاليه والثابته في الركنيات، كرة رأسية ممتازة، الكرة لمس القائم الأيسر للحارس، هاي الإعادة إبراهيمي. شوف سوداني 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 في القائم، في كل مرة في كل كرة ثابتة كاين فيه فرصة هدف فعلا. هنا لازم على المنتخب الوطني الجزائري يستغل هذه الوضعيات، لأنه راح أكيد أنه راح يتلقى، ربما راح يلقى نفسه في نفس الوضعيات في المباريات الرسميه. ما لازمش يلعب يعني بالسهوله، يعني ربما احنا نشعر بها انه يلعب بالتساهل. لا نور الدين، انا نشوف ان في مثل هذه الوضعيه تاع الكره الثابته المنتخب تاعنا راهو كيفاش نقولوا في المستوى، ولكن هنا يضيع كره مثل هذه، لا ضيع فرص مثل هذه، ممكن في لقطه اخرى يسجل لك المنتخب. لا حقيقه بصح انا سوداني كان شويه كيفاش نقولوا جيني ورأسيته في العمود، ايضا عمود خارجي على كل حال، لكن في القائم يعني نظن انه في الكرات الثابته اللاعبين تاعنا حاضرين كما ينبغي. كره ثابته ومخالفه لصالح بن طالب نبيل، والمنتخب الوطني الجزائري امام محرز يلعب في وسط الميدان، نقل ومش عارف ابراهيمي ايضا محرز ربما نشاهدوه في وسط الميدان، يرفع راسه ويطلب الكره رامي، لا ما توصلش لرامي بن سبعيني، يرجع الى الخلف محرزها ومحرز مره اخرى في الدائره المركزيه مع القائد بالمناسبه نبيل بن طالب، فراسه بن طالب ارضيه ما وصلش لي، ولكن توصل لي بالفيتر بعيده بعيده بي
بدون عنوان نقوله، لانه ما اختارش ربما لا اللاعب ولا المنطقه، ضربها في المجموعه. يعني نور الدين في مثل هذه الكرات ما تمدش الكرات كهر كما نقولوا، تشدها عندك لانه ما تحتفظ بالكرات، تنتظر شويه وتسيب حلول اخرى لانك بعيد، راك ما تقدرش اون بريمير انتونسيون كما نقولوا. حتى زملائك يعني ما مش في الوضعيه اللي لازم، لانه الكره وهو ما طلب به الناخب الوطني الان من بالخيطر، طلب منه الاحتفاظ بالكره والمشي بها الى الامام. لا هذا هو الاهم، باش تسهل اللعب وتسهل المهمه تاع الرواق يعني. فعلا، ويبقى المنتخب الكاب فيردي يلعب على الجهه اليسرى نتاعو، واليوم المنتخب الوطني الجزائري ينطلق على الجهه اليسرى لبنجاح. بنجاح يطلب الكره، رامي بن سبعيني، بنجاح يحب يبر بالمراغو ميمرش، ترجع لابراهيمي، ثم بن طالب، ابراهيمي مره اخرى، 1-2 لابراهيمي، ثم هاي الوضعيه للتسديد ربما. لا المراقبه يعني الكره كانت طويله شويه، يبحث عن الخطا ويتحصل عليه بنجاح. لا فيه خطا، حصل بنجاح على خطا. وشوفوا كيف الفريق لما اللاعبين تاعنا زادوا شويه في السرعه زادوا في الريتم تاع اللعب، نشوفوا كيف الفريق كاب فيردي وجد صعوبه الان. يعني غوميز ريكاردو الذي سجل لمنتخب جزر الراس الاخضر يعاني من اصابه، على ما يبدو انه لن يكمل المباراه. يكون فيه تغيير طبعا اكيد. لا مش عارف الاتفاق، اكيد انه تم اتفاق على 6 لاعبين هكذا في المباريات الوديه. هاي كره ثابته، وضعيه اخرى، 6 لاعبين فعلا لابراهيم، وضعيه اللي لازم في كل مره نحسن استغلالها، وهذه المباريات اللي ممكن يعني نطبق فيها الطريقه اللي ممكن. في كره القدم اليوم هل مثل هذه الكرات ربما تقدر هي نصف هدف الباقي انك لازم تلمسها وتضربها وتخليها تروح للشباك. الشباك على بعد 18 متر هكذا، مساحه البعيده في المنطقه هي 16 متر و50، وابراهيم يتقن ويحسن مثل هذا. ها ابراهيمي ممكن ارضيه والهدف. اوه والهدف. لا يا ابو نجاح، ماذا فعلت وماذا ضيعت الكره الاولى؟ معليش خليني، معليش خليني نتكلم على سوداني ما عندوش ظهر اليوم، لانه الكره الثانيه في القائم، كره في القائم. ابو نجاح لا، ابو نجاح الحارس و لا 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 لقطه والله الله الحارس. لا في مباراه تصفويه ما تضيعش فرص مثل هذه، لا نضيع فرص مثل هذه. هذا المستوى تاع التركيز. هاي انطلاقه لمنتخب الكاب فيردي عن طريق رقم 20 ريان ايزاك يوصل على الجهه اليسرى لفرنانديز رقم 15، ارضيه من هناك والدفاع حسن الحظ، الكره لمست عيسى ماندي وبالسبعيني بالقدم اليمنى وعوده من وضعيه التسع. نشوفوا كيف الدفاع تاعنا في كل مره بسرعه لاعبين يوجد صعوبه، عنده صعوبه. لا نشوفوا الكره الاولى القائم، هاي رجعت له. لا لا ما نضيعش، لا لا ما نضيعش مثل هذه. في حارس مرمى انت لاعب مثل هذه، الكره توقفها الكل يسقط على الارض وتسجل. نذكرك يا مات سي ناصر بيش، صح كيما نقولوا حنا دير لافانت وتراقب الكره. آه خلي كيما نقولوا الحارس القميص تاعو يخرج. هاي كره لكاب فيردي، يرجع فرنانديز لحسو جوزيمار، تلقى هدفين طويله في صراع ثنائي، يتفوق عيسى ماندي. تحس انه عيسى ماندي عنده التجربه الان الكافيه على اعلى مستوى. شوف بعض الاحيان الكرات صعبه انه خلاص تفوقوا عليه، ولكن هو اللي تفوق في الاخير. لما انا قلت لك تلعب في بطوله مثل ليغا عليك غير ان تتحسن موسم بعد موسم. اكثر لاعب مشاركه في دفاع ريال بيتيس فعلا. ولما راح لاسبانيا كان بمليون دولار، الان يورو، الان قيمته هي اكثر من 8 ملايين فعلا. هاي كره ارضي ممتازه ابراهيمي، ولا واحد انتظر في القائمه الثانيه. اصبح اللاعبين تاعنا يمروا بسهوله ما نقولوا هذه. عندنا بعد الدقيقه 48 سيداتي ونسيساتي في هذه المباراه الوديه التحضيريه لمنتخب الوطني الجزائري امام فريق الراس الاخضر. هدفان، هدف ليبا يوصلها لهلدير
الجهة اليمنى من هناك تضيع، لا تصبح تمس، تمس فعلا ضيع فعلا من المنتخب الوطني. نشوفوا كياش كرة ابراهيم يمشي بالكرة، لا يعني لا بنجح، لا بنجح لا بقى يعني لا القائم الاول، القائم الثاني لازم يغطيه هو محرز سوداني. سوداني كان بخلف ال في الوسط، هاي كرة ثنائية محرز الان اصبح في وسط محرز، ينطلق محرز، ينطلق محرز يوصلها وفي فيها بطاقة، بطاقها طبعا الطريقة الوحيدة، حتى محرز كان ممكن يلعبها منذ البداية لأنه لا بونجاح كان انطلق طلب الكرة في المساحة، والأهم والأهم هو نستغل كرات مثل هذه باش نشوف رباح ماجر يحتاج لماذا لم تقدم الكرة في الأول. لا هذه هي، هذه هي لا لازم نستغل مثل هذه الكرات لأنه كما نقولوا دي كونتر، هذوما مرتدات مثل هذه لازم تكون أهداف، لازم على وقتك منذ قليل لازم المنتخب الوطني الجزائري هو طبق كل شيء يعني بحذافيره وكانه يلعب مباراه زاد هنا في الكره هذه محرز زاد فيه لمسه، لمسه ولمستين زياده كما نقولوا، الاهم هو تتمدها في كما نقولوا في الوقت اللازم يعني في التايمينغ اللازم، هذاك هو. هاي كره ثابته محرز ربما او بونجاح، تصويبه من بعيد بونجاح القوة ممتازة، اوه ممتازة الكرة راحت مباشرة، كان فيه سقوط يعني سقوط الكرة، سقوط الكرة من أول لاعب يلعب الكرة مثل هذه؟ جونينيو ثم رونالدو، لا أول اللي هو جونينو هو اللاعب تاع أولمبيك ليوني هو يسجل مثل هذه وكأنه يلعب ضربة جزاء يعني. لا ضربة جزاء لا لا عنده لا الكرة مثل كرة المضرب، الكرة تمشي أيوة. وتنزل تنزل رونالدينيو أيضا لا جاء بعد جونينيو هو الاول، لا جونينيو هو الاول اللي خرج الكيفيه تاع في ليون، ضرب في ليون نادي ليون كيفيه ضرب الكره نادي ليون شويه نصر بويس يعني في لا سنوات قبل هذه شابه هذه كره للمنتخب الوطني الجزائري في وسط الميدان لفرحات زين الدين ديسكري اليوم يعني ما شاهدناش كثير طبعا، حتى المنتخب الجزائري يلعب ببطء في بعض الاحيان يلعب بسرعه ثم يرجع الى في يعني لاعبين لا في لاعبين ما شفناهمش كثير معليش مش عارف اذا كان ممكن تكلموا على الصوم على الصيام او تكلموا على اشياء اخرى ممكن حتى اللاعبين ممكن يتحفظوا شويه حتى ما يبذلوش مجهودات كبيره. السوداني الضيع ليما الان رقم اثنين يحتفظ بها يرجع الى الخلف في الوسط يلعب مع نونو ميغويل ثم ليما ينطلق ليما يضيعها يكثر من المراوغات رامي بن سبعيني يوصلها لبونجاح ينطلق بونجاح بعيدة شوية ابراهيم يبذل مجهودات اضافية امامه كارلوس دوشنتوش ثم الكرة كانت بالقدم اليمنى كنت راح اقول مش القدم القوية لي كان محرز 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 بن طالب نشوفوا كيف الفريق تاعنا دوك مشى الى نصف الى منتصف ملعب الفريق الاسهل لا الاستحواذ على الكرة يكون اسهل هاي كرة جزائرية في وسط الميدان طبعا هذه هي الجمهور طبعا يرجع لل لما يكون فيها تكون فيه الفرجه يرجع شويه الفرجه والاداء هذه لا دقيقتين اضافيتين مفروض دقيقتين اضافيتين نلعب الدقيقه 43 هدف فني هدف لصالح المنتخب الوطني الجزائري هاي انطلاقه بالخيطر اكثر حركه اكثر نشاط من المسجل هدف الاول رامي بن سبعيني لا لا حتى وانه قام ببعض الاخطاء ولكن لا اكثر لا نشاط لا عاد في اللقاء عاد في اللقاء عاد لا لا عاد في اللقاء ما فيش خطا من فرنانديز يقول الحكم كارلوس تافاريس هكذا لرقم 20 رايان ايزاك ثم كارلوس تافاريز هاو يظهر على الجهه يظهر على الشاشه الظهير الايسر لصالح المنتخب الجزائري يشبه في الموريغرافيا يشبه لاعب مولودي الجزائر عماد ابراهيم
أمادا كما هذه شابة في الفيزيولوجية يشبهه فيزيولوجية. كرة لشوشي لم نشاهده تقريبا في الشوط هذا، ربما التصويبة اللي دخلت الشباك. الشباك هي كرة القدم هي هكذا، في بعض الأحيان تلعب فرصتين تسجل هدفين. وبوكوا صلوفيا الحكم الرابع يقول أن الدقيقة واحدة هي الدقيقة المضافة. المضافة. ونحن نلعب الدقيقة الرابعة والأربعين. هاي كرة جزائرية ممتازة ممتازة بالخدمة الأولى ممتازة. أحسن كرة في اللقاء. ياسي بويش ياسي نصر ما تقولش لأنه ما تسمحلوش يعني ما لازمش على هذا المستوى. لا في هذه لا في هذه لازم سجل الهدف. كان من ضاعته الأولى على بعد مترين على بعد مترين أيضا. شوف كرة من محرز جالومنا ينطلق بالخيط دون انتظار في الوقت اللازم في وقت. ولكن هذا واش كنا ننتظر من الفريق. شفنا الكرة اللي جات من وسط الدفاع شو وين وصلت أصبحت لا لقطة لقطة ممتازة يعني تدرس في المدارس نموذجية. فعلا لقطة نموذجية فعلا ياسي. شوفوا أحسن لقطة منذ بداية اللقاء هذه. سنينا تقريبا دقيقة الأخيرة من الشوط الأخير. محرز يلعب في وسط الميدان. لا خرج من الرواق الأيمن. السوداني على الجهة اليمنى او فرحات هاو فرحات يرا وفرحات لولا راسه. هاي الكره هاي كره ممتازه عرضيه ولكن الدفاع عن طريق مهندس والابراهيمي ضغط للمنتخب الجزائري. بونجاح يضيعها ثم بن طالب محرز رياض محرز بالقدم اليسرى. ندخل الوقت بدل ضايع الدقيقه الوحيده اللي احتسبها حكم اللقاء. 55 شوط أول بفترات كانت بداية جيدة ونهاية جيدة. شفنا أنه في خمس دقائق الأخيرة يلام على منتخب الوطن الجزائري بعد هدف الأول تاعه كان شوية يعني ما دخلش في اللقاء كما ينبغي. كان لازم يواصل يعني كان يواصل كان يواصل. كانت لما تلقى الهدف لا لما الفريق تلقينا هدف سجلنا هدف كرة ثابتة ركنية من بعد الفريق طلق روحه كما نقولوا. الفريق كاب فيردي عاد في اللقاء من بعد تسجيله هدف. الفريق الكاب فيردي هو اللي عاد كما نقولوا زاد طلق روحه شويه. لكن المنتخب تاعنا رجع في 10 دقائق الاخيره تاع الشوط الاول كان في المستوى. هاي كره اخيره في الشوط الاول هذا لكاب فيردي واول تدخل والوحيد شوشي وانطلاقه من ضمن الثالث مره وين الفريق كاب فيردي وصل. ينتهي الشوط الاول في هذه اللحظات هدفان مقابل هدف لصالح المنتخب الجزائري امام المنتخب الكاب فيردي. سجل كل من رامي بن سبعيني وبون نجاح لصالح المنتخب سمير الدين مع الناخب الوطني. نعم تفضل. كيف الفريق خصم قوي جدا فعلا مثل ما قلت في الندوه الصحفيه. الفريق الوطني لعب على فترات وعاد بقوه في المرحله الاخيره. نعم على كل حال شفنا لقينا صعوبات كثيره مع هذا الفريق يلعب كره جميله جدا. ما خليناش نطبق اللعب تاعنا ولكن شفنا من بعد لما سجلنا الهدف شفنا كضربه في البالون كما يقولوا وشفت واش لحقنا المرمى كنا قادرين نسجلوا هدفين اخرين ولكن ان شاء الله في الشوط الثاني يكون بشرب الحظ موفق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. إذن شكرا لرابح ماجير طبعا على إعطاء الفرصة لزميل شمال محمد. شكرا لكم سيداتي ونسي سيدي. نعود بعد هذا الفاصل قبل انطلاقة الشوط الثاني بحول. خلال شهر رمضان موبيليس يضاعف عرض بيكس ثلاث مرات مع بيكس 100. استفيدوا بالمكالمات واسماس غير محدودة نحو موبيليس 300 دينار رصيد إضافي نحو كل شبكات وواحد جيجا انترنت مهدى الكل صالح خلال 24 ساعة. بيكس هو العرض اللي ولمكم. موبيليس أينما كنتم. الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى لكم رمضان كريم.
ربع المعدل حتى سبور وجبت لي زوج. كاوش خسرنا عليك تجيب ربعة؟ عنده يومين اللي سرقهولي، شوفوا وين لقيتوه. ولي دخل السراق شوفوا واش دار له. وقيلا وقتها نجاوز وقتها. واش بيلاتيست اليوم ولا فيشي اون دوماجي؟ هو حصل مع لي زالبوم انت جاي تيلي شارجي كيفاش حبيتي يكونوا لي دروات لوتور وانت بالموتور درو شارج حتى حاجه ما طراتي جيت تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيل وقالا كاريير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمه تاع واحد اخر تقبل بها وتقول تاعي وجاي بها اليوم تتدخل.
عودة بكم سيدتي ونسي سادتي إلى المباشر. بعد قليل سيعود الفريقان إلى أرضية الميدان ملعب 5 جويلية. جمهور كنت أقول غفير ولكن قليل ولكن نسبيا لأنه نحن في شهر رمضان وشهر الصيام. هذه إعادة لبعض اللقطات والهدف لصالح المنتخب كابيردي، هدف مقابل هدف. بعد ذلك جاء الهدف الثاني لمنتخب الجزائري عن طريق الهداف بغداد بونجح برأسية ممتازة بعد ما ضيع هذا الهدف الأول لمنتخب الجزائري. الشوط الأول نصر بويش كان على فترات المنتخب الجزائري، مش عارف أكيد اللي يكون فيه مباشرة فيه تغييرات أما راح يخلي ربما ماجير فريق يلعب على الاقل ربع ساعه في الشوط الثاني. لا على الاقل ربع ساعه لانه باش لوريتم يكون لوريت في هذا اللقاء. هذا حقيقه كما قلت نور الدين كانت فيها فترتين للفريق تاعنا. فتره اولى هو بدايه اللقاء تسجيل هدف استحواذ على الكره، من بعد عوده الفريق كاب فيردي اللي عدل النتيجه 10 دقائق الاخيره وين سجلنا هدف ثاني يعني. وحقيقة الفريق الان مش مطلوب المنتخب الجزائري من لاعبين يعني التركيز اكثر، لعب اكثر جديه، اكثر تركيز، اكثر جديه، حضور اكثر في ثنائيات. لازم نفوزوا بالثنائيات، والاهم انا حسب رايي انه نلعبوا نكملوا اللقاء ربما حتى ولا نص ساعه برك كما كملنا اللقاء الشوط الاول 5 دقائق او 10 دقائق الاولى. وبالناصر يجري في التسخينات. لا لازم 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 التسخينات تبدا من الدرك. نعم. لانه لنا 5 جولات. لا هو الوحيد الذي يجري في التسخينات الان. ربما فيه لاعب راح يترك مكانه، لكن نظن شفنا اللقطه الاخيره مثلا كنا نقدروا نشوفوا في اللقاء هذاك 5 أو 8 لقطات مثل هذيك في الشوط الاول شفناها مره واحده وين كان ربما هدف ثالث تاع بونجاح اللي ضيع الفرصه. لكن بصفه عامه الكره معليش اتذكرك ضيع فرصتين. لا معليش الاولى هذيك لا الاولى الكره جات بعد يعني كره من القائم. محمد شماني هل تسمعنا؟ نعم انا معك. سي ناصر بويش يدافع على اللاعب كما هو يعني ما لا 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 لا, لا البغداد هاي كره ممتاز هنا لا ما يشوفهاش يعطي لك نو يعني يعطي لك انه هذا اللاعب عنده الحس التهديف يعني. لا هذه كرة ما هي كرة تهديف. لا الكرة ممكن يضيع الوضعية اللي كان فيها لما جاته الكرة هو كاش نقولوا ديريج الكرة وين حب هو بضربة صغيرة رأسية حطها بعيد على الحارس وما يشوفهاش الحارس. شفنا في اللقطة من وراء الشبكة كما نقولوا. تعتقد أن كل لاعبين عندهم نفس لا هو قناص توجيه الكرة. لا هو قناص قناص لا لاعب قناص. أنا متفاهمين. لا لاعب قناص. أنا متفقين. لا دار كما نقولوا الجست اللي لازم. الحركة اللازمة لازمة في الكرة هدف الملازم في المكان اللازم. شفت الكرة وين راحت فعلا في فعلا. عودة اللاعبين إلى أرضية الميدان طبعا شوط ثاني قد يكون أحسن وقد يكون ربما أضعف، ولكن نقول فقط أن المنتخب الجزائري أمامه فرصة لتحسين أدائه. نذكر أنه تبقى له مباراة مهمة برتغال. أمام البرتغال نوع آخر من اللاعبين من اللاعب طريقة اللعب مستوى آخر عالمي أمام كريستيانو رونالدو. الفرصة ربما للمنتخب الجزائري يلعب بأكثر جدية بأكثر حتى انه اللاعبين ممكن ولا لاعب حب يضيع تلك المباراة فيلعبوا يعني ما فيش تدخلات ما فيش اندفاع كبير اليوم لانه حتى ما يكونش لتجنب الإصابات. لما لا ممكن نور الدين لما تلعب لقاءات مثل هذه ربما تلعبها مرة في كما نقولوا مرة في العمر يعني في بعض لانه نحبوا تحبوا الكره بطل اوروبا تلعب بطل اوروبا طبعاً. من احسن اللاعبين تاعو تاع المنتخب في اوروبا
راك تلعب لقاء وين المستوى تاعك راح يكون مستوى لاباس به، ما راحش تكون كيما نقولوا ريديكول ولا، لانه اكيد المنتخب الجزائري راح يقدم مباراة كبيرة جدا كما حدث في 2007 امام المنتخب الارجنتيني باسبانيا ونهزم ب4-3. انا شفت لقاءات هنا في 5 جوية ضد فريق الاوروغواي بسواريز وكافاني فعلا وفاز المنتخب الجزائري. لا كان فيه لقاءات وين اللعب يكون عنده كيفاش نقولوا موتيفاسيون كبيرة وكذا. لا لكن اليوم هو التحسين الاداء، ماناش نقولوا لازم تحسين الاداء، الكره ما تضيعهاش، ما تضيعهاش الخطه لو فون دو جو لازم تجيبوا بهذه اللقاءات هذه، حتى ولو تبان لك لقاءات ضد فرق عاديه وضد فرق ضعيفه، لكن عليك كيفاش قلت تماركي الاخر تاعك، سجل الحضور تاعك، الحضور تاعك بطريقه لعبك، بكيفيه لعبك، باسلوبك، هذا هو الاهم. لانه هذه الامور حتى ولو تبان لك صغيره لكن تقدر تصيبها ضد البرتغال وتصيبها في المنافسات الافريقيه في تصفيات كاس افريقيا. فعلا حتى ولو ان المنتخب الجزائري كان يبحث دائما على الخصوم الافريقيه، ولكن بافريقيا هي طبعا امور. لا هذه الفكره هذه وهذا المقوله تاعك عندها حقيقه، لانه هي الحقيقه لا رياليتي، هذه هي فعلا. سينطلق اللقاء بعد قليل سيداتي وسادتي تحت قيادة هذا اللاعب نبيل صاحب الهدف، لا صاحب الهدف رقم 11 تاع فريق كاب فيردي، هذا كاب فيردي، وكنا شاهدنا بن طالب قبل ذلك، والحكم سيد معروف يطلق الصافرة الانطلاقة للشوط الثاني مرحلة بدون تغيير للفريقين. هاي كرة جزائرية، بن طالب منتخب الوطن الجزائري نذكر يلعب بشوشي بالخيطر بسبعيني، مندي شافعي، بن طالب فرحات، السوداني محرز، بونجاح، ابراهيمي، والبقيه طبعا الكل هو في وضعيه في الاحتياط، في الاحتياط طبعا. ننتظر تغييرات قد تبدا بدايه من الربع الساعه الاول في الدقيقه 60. كره لفاروق شافعي لاعب اتحاد الجزائر، وصل الى بران، رامي بن سبعيني مع السوداني اللي ممكن انه سيغادر فريقه هذا الموسم، من الاحسن من الافضل، لان يعني البطوله ضعيفه يعني على المستوى الاوروبي. يظهر لي هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل ولا نقطه في عده مواسم في الرابطه، في رابطه ابطال اوروبا، ولا نقطه، كل مبارياته ينهزم فيها في المجموعه. لا من الصعب نوردينا انه تلعب في بطوله ضعيفه وما تلعب امام فرق كبيره. لا فعلا كره الجهه اليمنى من هناك ولكن ضايعه، ما توصلش لليما وتصبح تمس ذلك كان فيه، لا ما فيش تغيير، تياغو ميغي هو يلعب على الجهه اليمنى. لا الحكم الرابع ماشي. طلب منه الاحماء في منطقه اخرى. لبن ناصر فعلا لاعب امبولي الايطالي ليسعد للدرجه الاولى. الاحسن افضل ايضا انه بن ناصر يبقى في فريقه. لا لما تلعب في الاحسن افضل، لانه يعني لو يتنقل لفريق احسن او اقوى ممكن انه يضيع مكانته. لا من الاحسن باش يزيد كيفاش نقولوا يتحسن مستواه يتحسن فعلا وتلعب في الدرجه الاولى الايطاليه. لا من الافضل انه يبقى حتى ما يروحش ربما لفريق اخر في الدرجه الاولى، ولكن ما راحش يلعب كلاعب اساسي. لا لما ما تقدرش، صعيب باش تلعب اساسي، صعيب فيبقى في فريق احسن، فريق امبولي عنده كيفاش نقولوا لي روبير، عنده اشياء كثيره اللي تسهل له ربما. ماندي صلى لي فرحات، زين الدين، بن طالب يلعب بريتم يعني 2%. يعني هاي كرة على الجهة اليسرى من هناك لرامي، عرضية ممتازة والدفاع بصعوبة يتركوها اللاعبين للحارس جوزيمار دياش فريق كاب فيردي. يلعب بدياش في الحراسة، كارلوس دوشانتوس، تياغو ميغي، مايلسون ليما، الفيس ماسيدو القائد يشبه فالدو هكذا. فالدو الزميل حكيم عمار، هاي زميل في التلفزيون الجزائري مر على مولودية الجزائر فعلا كمدرب مع ارتير جورج الدير نونو ريان وريكاردو جورجي. المنتخب الوطني الجزائري تحصل على تمس على الجهه اليسرى لرامي بسبعيني، يطلب الكره في وسط الميدان
بن طالب. ماندي لاعب بيتيس الاسباني يلعب اوروبا ليج، فرصة كبيرة جدا لهذا اللاعب، حتى هو نتمنى له انه يبقى في فريقه احسن من انه يتنقل لفريق اخر، يحافظ على امكانياته. رامي بن سبعيني بالقدم اليسرى يراوغ ينطلق الان يرجعها للخلف. زين الدين فرحات لاعب لوابر الفرنسي يضيع الصعود للرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الأولى اللي قال الفرنسي ضد فريق أجاكسيو، أجاكسيو في ظروف صعبة صعبة فعلا في جزيرة غير رياضية كورسيكا فعلا. كرة لماسيدو ثم ضيع، اوف تدخل قوي، هاي فرصة محرز أرضية والحارس صعوبة لم يمرر ولكن صوب الكرة، ويبدو أنه تدخل قوي جدا قوي. هاي اللي كان يتخوف منها بن طالب ورفقائه، راح نشاهدوها ان شاء الله سلامات، لانه لاعب هذا ما عندوش زهر بين قوسين، لما كل ما يجي المنتخب الوطني الجزائري يغادره وهو عنده اصابه. لا هذيك ما فيهاش، ما فيهاش، احنا فيه احتكاك احتكاك كونتاكت برك حقيقه، حتى ولو اللاعب جاب بخشونه يعني اللاعب الكاب فيردي، لكن نظن انه ان شاء الله سلامات ما كانش ممكن يطلب التغيير بعد قليل، ممكن ممكن بعد خمس دقائق ممكن ممكن. شوف شوف الكره، حتى هو اللاعب قوي هذا الرقم، لا 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 لمسوا لمسوا في الطالون داشي، لمسوا طالون داشي، طالون داشي فعلا، طالون داشي لمسوا لمسوا صعبه. احنا ما شفناش بدايه، شفنا نهايه اللقطه اللقطه فعلا، نشوفوها يعود ختنا ان شاء الله ان شاء الله بسلامات لبن طالب. المنتخب الوطني طلب من لاعبين من اسلام سليماني وعروس لاقامه القيام بعمليه التسخين، يعني اللاعب الثالث محمد شومان فعلا. ممكن لماذا لا تغيير الجلولة، عروس المكان بالخطر، سليماني في مكان سوداني، ممكن بن طالب يعود، يرجع بن طالب القائد بالمناسبه نبيل بن طالب، بدا في المنتخب الوطني الجزائري في عمر 19 سنه، يعني 23 سنه فقط، بعد ما كان يلعب في فريق انجليزي فريق توتنهام. لا فعلا توتنهام، لا بدا صغير يعني في فريق توتنهام، كان المدرب شيرود، شيرود هو الاول اللي كان هو مدرب الفريق الثاني يعني كان عنده كان عنده أيوة في الفريق الثاني، فلما مشى الفريق الاول ادى معه. ممتاز ممتاز، يعني من حسن حظه، هذه هي كره قدم، ادى موسم رائع جدا. في بعض الاحيان كره قدم فيها اشياء مثل هذه يعني تحدث فعلا. كره سهله لجوزي مارديش حارس مرمى الكاب فيردي في وسط ميدان لماسيدو، وبن موسى ينضم الى قائمه التسخينات. طبعا هذو اربعه بقوا اثنين، ممكن حارس منهم، ممكن ممكن كرة في وسط الميدان توصل لي على الجهة اليسرى من هناك لفرنانديز رقم أربعة، يرجع لجوزيمار حارسه. سامي ضف إليهم اللاعب كارل مجاني بقى حارس، يلا إذا ما فيش حارس فيه لاعب آخر، ممكن بن خماسة اللي معنا في وسط الميدان نعطوا له شوية وقت يلعب. لازم كل واحد نعطوا له شوية وقت، لا هو عنده ستة فقط يعني زايد 11 يعني عندك 17 لاعب. السيد علي لاكروم ايضا المنضم لاول مره مع المنتخب الاول، لماذا لا لا مش ثاني مره لعب ضد، لا كان في المحليين المحليين نعم المحليين وفي الاحتياط في الاحتياط ايضا. هاي كره للمنتخب الجزائري لمحرز بن طالب بالقدم اليمنى يوصلها لابراهيمي في وسط ميدان محرز رياض يوصلها لابراهيمي ثم رامي بسبعيني. ابراهيمي ينتظر المنتخب الجزائري، اللاعبين يلعبوا واقفين تقريبا حتى المنتخب الكاب فيردي يبقى في منطقته ينتظر، كل في منطقته تقريبا. فريق كاب فيردي، فريق كاب فيردي كما بدا اللقاء يبدا الشوط الثاني فعلا. لا هو اكيد لما الفرصه راح تجيه راح يستغلها، يمشي يمشي يستغلها، يمشي يمشي للامام، يمشي للامام. او تماس لصالح المنتخب الجزائري، ما
مجهودات يطلب من يعني يرمي له الكرة يقول يرمي لي الكرة يعني عيا ولا تماس رامي بسبعيني يلعب مع بن طالب عويلة في وسط الميدان يسترجعها السوداني يتركها السوداني مرة ثانية لابن سبعيني مرة أخرى لابن سبعيني رتم بطيء جدا في الشوط الثاني هذا لعبنا الآن 9 دقائق 54 دقيقة من وقت اللقاء انقضى هدفان للمنتخب الجزائري وهدف للرأس الأخضر في هذه المباراة الخامسة بين الفريقين والأولى الودية تحضيرا لمباراة التصفيات منتخب جزائري يتنقل للبنين أم غامبيا غامبيا لا إلى غامبيا والمنتخب الفريق المنتخب كافيردي يلعب المباراة القادمة ضد او يستقبل لا يتنقل ليزوتو لا ليزوتو يتنقل الى ليزوتو فعلا السوداني سيكون اول المغادرين لصالح بن ناصر اول تغيير بعد قليل طبعا بن ناصر يلعب بالقدم اليسرى شوشي يوزع الجهه اليسرى توصل لابن سبعيني هذا يا رامي من التساهل مع الكرات رامي في لا في كرات مثل هذه لا لازمش كرة تضيحها تضيحها يعني تقريبا شوف كرة بسيطة ممتازة ممتازة والتغطية من الشوشي على طريقة نوير اللي خلق طريقة ضد المنتخب الجزائري أصبحت عالمية هاي كرة إبراهيمي لمنتخب الجزائري يوصلها لبغداد بنجاح بغداد استرالي العربي هلال سوداني بن طالب نبيل الشوط الثاني وين حقيقة فيه استحواذ على الكرة لكن فيه بطء في في التنفيذ في التنفيذ بطء في الوصول الى طلب الكرة ايضا هاي كرة جميلة توصل لي بالخيطر ارضية لا عالية ولا هدف القائم المرة الثالثة ينقذ حارس مرمى كابفيردي دياش جوزيمار في وسط الميدان مراوغة أولى ثم الثانية من رقم 15 نونو ميغيل نشوفوا الحارس كافيردي كيف يوجد صعوبة في الكرات العالية كيفاش الهوائية كل مرة الهوائية يعني. في كل مرة يكون غايب هنا تخليك هنا تخليك تستعمل ذكائك يعني الكرات العالية الآن لازم تكون على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى المنتخب الجزائري حتى يسجل أهداف أخرى لازم هذه طريقة تكرار مثل الكرات هذه شوفوا فعلا إبراهيمي ينطلق إبراهيمي ينطلق إبراهيمي يراوغ يكثر كالعادة ثم يوزع الجهة اليمنى هذه من طرق الممتازة من محرز ولكن الدفاع في لقطة لا لا خطأ إنذار في الصفرة إنذار بعد لحظات سيخرج ليما ميلسون رقم 2 من جزر الرأس الأخضر لصالح اللاعب رقم 19 طفارس خوليو كارولينو هذا التغيير الأول للمنتخب الجزائري وسيتبعه تغيير من جانب جزر الرأس الأخضر سوداني يترك مكانه لبن ناصر لبن ناصر السوداني اللي اليوم ما كانش معه الحظ كرتين على القائم لكن ما شفناهش كثير ما كانش المردود تاعو المعتاد يعني على الجهه هاي كره ثابته ممتازه اول تدخل قوي وممتاز للحارس جوزيمار اسمع لك حتى ولا حذرته كثير لا حتى ولا يكون في خطا من بنجاح لكن لا تصدي لا تصدي لا لا بس هاي الكره تمشي حتى ولو قبل ذلك كنا نتكلموا على يعني على الكنترول على على تثبيت الكره لما جات لمحرز قبل اللقطة الأولى قبل اللقطة هذه كانت ممتازة جدا
لا مد كرة، مد كرة بعد مراقبة كرة كما ينبغي، مد كرة على تقريبا ممتازة يعني، حتى وين نشوفوا بالخيطر أيضا هنا يمد كرة رأسية. شفنا هنا التدخل كان في الوقت المناسب في المكان طايمينج المناسب، تايمينج تايمينج ممتاز. لا ويعني هي اللقطة شوف اللقطة كيفاش الكرة مشات، وبعد مشات عند بالخيطر كرة كما ينبغي بالدوزاج يعني بالدوزاج، وشوفوا كيفاش ارتقاء تاع واسمو تاع بغداد في التايمينج، وكيفاش رأسية كانت ممتازة حتى ولو في القائم كانت تقدر تطيح في الشباك أيضا فعلا، عكس محاولة اللاعب كافيردي كان ضربة في القائم ودخلت يعني هذه خرجت. لا هذيك تاع هذيك لا لقطة أخرى، هذه كان تسديد رائع من 20 متر أو 16 متر. لا يقوم الحارس دياش جوزيمار يلعب مع المدافع رقم 4 ستيفن فرنانديز. جوزيمار كرة خارجة إلى التماس طويلة على تياغو ميغي الحارس كاب فيردي باللعب ماشي نويارا كنت تكلمت على نويار شوفوا برجله كيف يوجد لا 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 تكلمت على شوشي لا 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 منذ قليل تكلمت على شوشي لا 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 معليش وجد صعوبه ايضا في الكره الهوائيه في اللعب بالارجل نويار ما راحش يلعب كاس العالم لما تغيب تقريبا 8 اشهر او 9 اشهر تولوا وانت في المانيا يعني ما فيش مكان للعاطفه لا لا العاطفه لا يكون عندك مدرب كيما يوكيم لوف مش بطل العالم مش ممكن انه يلعب لما تشوف لاعب مثل ماريو جودز يسجل هدف الفوز وما يكونش في القائمه 23 خليك تخمم كيما تحب يكون في اي قائمه الا في قائمه المانيا فعلا محرز ينطلق محرز من هناك يلحق عليها فعلا يلحق عليها ممتاز يواصل المراوغه الافضل والاحسن تحصل عليه وهي الركنيه حتى ولو كره نقولوا مشات تقريبا ميته يعني. ميته كره ترجعها هذا محرز نحبوه يكون في المنتخب الوطني لا لا لاعب ممتاز هاي كره عاليه اخرى ناصر بويش لا ارضيه هل تكون عاليه الفرصه الثانيه راح يلعب باليمنى مره اخرى ابراهيمي كان ممكن يلعبها في المجموعة يعني عالية ولكن فضل المراوغة يجيب الكرة إبراهيمي إسرائيل بن طالب التصويبة من بن طالب والهدف قائم للمرة الرابعة القائم للمرة الرابعة قلت إن الهدف لا 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 هذه لقطة أيضا شوف كيفاش استحواذ على الكرة فرديا من لما يزيد شوية في السرعة المنتخب الجزائري يخلق الفرصة شوف كنا نتكلموا في الشوط الأول على البوزيسيونمون تاع بن طالب قلت لك بن طالب لازم تقريبا يكون في كل مرة تقدم شوية تقدم هنا كان متقدم كانت عنده فرصة للتسديد كرة على القائم وكان كان بعيد كانت تصعب له لأن نشوفوا كيفاش البوزيسيونمون تاعو سمح له باش يكون كيفاش نقولوا نتذكر انه يكون في وضعيات يعني تسمح له باش للتسديد والقوه القوه تاع ابراهيمي او بن طالب بن طالب هذه القوه الكرات الثانيه يعني الكرات اللي تعود من دفاع الخصم او تكون تقريبا في 20 متر او 30 متر عنده تسديد رائع يعني. نذكر الهدف تاعو الرائع جدا امام نيجيريا هناك بنيجيريا هناك. ولكن لم يكن كافي 3-1 كنا نقدروا نعودوا في اللقاء 2-1 ممكن جدا ولكن اخطاء فادحه في الدفاع ولكن جاء اليسرى من هناك خطيره واو تدخل قوي من بالخيطر لا انا نشوفه بالخيطر في الشوط دخل المباراه الان لا احسن بكثير ان شاء الله بداياته كانت صعبه صعبه اكيد انه كانت بقيتوا بعض الصور لمباراه ضد نيجيريا هاي كره ممتازه احسن ما فعل رامي بن سبعيني مباشرة إلى الركنية وإلا كان مصيدها هو على الصورة أو لعب رقم 20 رايان إيزاك ركنية هاي كرة الركنية للقائد الذي يشبه فالدو رقم 5 إلفيس مصيدو الدفاع بصعوبة حتى دفاعنا يتلقى صعوبات في الكرات العرضية لا والكرات على إثر الركنيات إلى التماس بعد تدخل إسماعيل بن ناصر مختار بالخيطر يلعب التماس
مع اللاعبين. الان صعود منتخب كاب فيردي الى منتصف ملعب المنتخب الجزائري. نشوفوا انه حتى ولو كبير في المنطقه. لا لا حتى ولو المردود تاع الفريق كاب فيردي في الشوط الثاني ما كانش مماثل للشوط الاول، ما نقص في الاداء تاعو، لكن الفريق تاعنا احتوى ويلعب ببطله، انه متحكم في الامور، يعني متحكم في اللقاء. هنا الوقت ربما اللي لازم ربح ماجير يقوم بالتغييرات. هذه قلنا احنا تقريبا ساعه، قلت لك بعد ساعة. ساعة. بعد ساعه بعد ساعه كان فيه تغيير اول، الان ننتظر التغيير الثانيه والثالث حتى اوب 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 اوب. شوفوا كيف بسهوله ممتازه، شوفوا نفس اللاعب مسجل ريكاردو مسجل هدف فعلا، نفس اللاعب ريكاردو كاد يضيف الهدف الثاني. لا لكن باش نشوفوا السهوله اللي مر بها، شوفوا في الكره هذه كيفاش. شوف شوف من رايان ايزاك وسقوط بالخيطر، شوف بالخيطر. سقوط بالخيطر هنا اوب يسمح للاعب ريشارد باش يضرب راسيته. كان لو كانت في الشباك في المرمى كانت في الشباك. صعبه صعبه صعبه. بن طالب الى ماندي يجيب الكره، ربما محرز يجيه محرز، لا يفضل ان يرجع لوسط الدفاع يلعب فيه بن طالب. الشافعي يرجع لحارسه شوشي. ماندي لصالح المنتخب الجزائري، واحد اثنين محرز يرجع للخلف. بن طالب قائد الفريق. رامي بس بعيني كطلب الكرة كان عنده المساحة. بن ناصر مع ماندي، محرز بن ناصر، ثلاثية رباعية ينطلق من هناك بالخيطر ما توصلوش. يبقى بونجاح، شوفوا كيف بونجاح يخرج من منطقته، يخرج لانه تصويب ربما لا بعيده. لا لا شوفوا بغداد، بغداد كيف انه راهو معزول، يعني معزول في الامام وحده لانه فيه كرات متعدده في وسط الميدان. كيشوف كاش تقلق خرج باش يطلب الكره، من حتى كان لما خرج شوفوا ربع او ست لاعبين ونكبر وحدهم في الدفاع، ما فيهاش خطوره. وكره محرز هذه ضايعه تماما بدون وفي وعلى مرتين رامي بن سبعيني كان وحده في طب الكره في بدايه اللقطه، في بدايه كان ممكن انه الكره توصل تمشي على تمشي على الرواق الايسر، الايسر كان احسن والافضل. فرحات يوصلها لابراهيمي، فرحات يطلب الكره ابراهيمي، فرحات زين الدين ينطلق، زين الدين ينطلق، زينو يراوغ، لها عنده اربع لاعبين امامه، ترجع ربما الى الخلف، التصويب المراوغه والهدف لا يضيع. بونجاح على طريقته، هذه طريقه بغداد بونجاح. يلا هو الاول ثم الثاني. لا جامين بعيد، لا جامين بعيد، كرة كانت صعبة. هذه صعبة، هذه صعبة. صعبة كانت. فاش وضع التسلل. بالعقب ممتازة، ايزاك، ايزاك وجه لوجه، التصويب والهدف الثاني والتعديل. شفنا السهولة، السهولة. التعديل لصالح ايزاك. ريكاردو أو ريان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرتين وثلاث. تصل الى شباك الشوشي. قلت منذ قليل ان الفريق الكاب فيردي صعد، يعني المنطقه الكتله صعدت شويه وخلقت مشاكل. المنتخب الجزائري يلعب بتساهل وسهوله، خلى الفريق كاب فيردي بهذه الطريقه يسجل هدف التعادل. لا الفريق تاعنا الذي دخل طبارس هو الذي قدم كره الهدف بالعقب، بالعقب مد كره ممتازه. نشوف كي زاد شويه في السرعه وكيش المراقبه، تشوف تشوف هنا شوف شوف المساحات. لا الكره كيفاش في اول مره داها سهلت له باش يسدد ويسجل هدف، لكن نشوفوا انه كيف الفريق تاعنا، لماذا؟ لانه اصبح يلعب ببطء. الفريق الكاب فيردي طلع كما نقولوا البلوك ايكيب تاعو طلع شويه، الكتله طلع يعني صعدت شويه، الكتله صعدت شويه وزاد شويه في السرعه هذه، لانه واش هو نشوف الكره عدم المراقبه. شوف هنا بالعقب كان فيه سرعه على الرواق الايمن وهدف. كرة لصالح المنتخب الجزائري، الآن في وضعية صعبة للمنتخب الجزائري، هل ربح ماجير سيقوم بالتغييرات أم يخلي اللاعب شوفوا السهولة الفريق يلعب يعني. رامي هنا كيفاش ضيع الكرة كانت سهلة، لأنه منذ قليل كان في وضعية كان في وضعية جيدة، حب يتلقى الكرة ما حصلش على الكرة، ما حصلش عليها الكرة. الآن بعد ذلك فريقه تلقى هدف ثاني، فالمعنويات المعنويات المعنويات هي كل شيء، الحكاية هي حكاية معنويات في مباريات مثل هذه.
وعندما تضيع تتلقى. طبعا عندما تضيع فرص كثيرة كنا متحكمين في اللقاء، لكن كان فيه كرة في القائم، كان في مرتين مرتين فرص، ثلاث فرص او اربع فرص مع، وكنا نقول على في مباراة مثل هذه في بعض الاحيان عندك فرصتين تسجل هدفين. لا عندك فرصتين، لو كان سجلت هدف ثالث وهدف رابع كانت تسهلك ربما المهمه مره اخرى، تسهلك ليك، ولكن الفريق المضاد، لا الفريق لا عنده فرصتين سجل فرصتين، لا سجل برا الهدفين كما نقولوا 100% من فعاليه فعاليه، لكن اللاعبين تاعنا هما الاخرين سهلوا ايضا للفريق كاب فيردي، سهلوا له الامور يعني. بنجاح مراوغه اولى ثم الثانيه، تدخل الدفاع الى تماس شوفوا وضع نفسه في وضعيه شوفوا كيف نفسيه صعبه، شوفوا كيفاش اللعب الفردي الان اصبح اللعب فردي بعد ما كان جماعي، ينطلق ايزاك تدخل قوي من الخلف، الحكم يطلب يتواصل اللاعب من هناك، ينطلق هذا اللاعب اللي دخل منذ قليل مباشرة الى التماس. تافاريس خوليو كارولي مراوغة أولى ثم ثانية، لارولاد لارولاد من بعد نشوفوا بونجح أيضا هو الآخر يريد توغل وحده بالكرة، الأشياء الحل الفردي هذا يطغى يطغى لا باش نحسوا أن الذهنيين اللاعبين تاعنا بعد شوية على المستوى العالي، لأنه لازم تقعد في اللقاء تشوف كيفاش تحسن أمورك. وعليه السي ناصر بويش أنا طرحت لك عدة أسئلة وتساءلنا في الشوط الأول مع بداية الشوط الثاني أنه لازم نأخذ ب ماخذ الجد مباراة مثل هذه، لانه اسمح لي لو ما تكررش ما تقومش بالتكرار بنفس الطرق ما تقدرش تلعب على المستوى العالي، المستوى العالي بعد خمس ايام امام كريستيانو رونالدو وزملائه، اسمح لي بعد ذلك راح تلعب بمباراة في غامبيا صعبة جدا، يعني لما ما تلعبش بالجدية اللازمة وبالطريقة اللازمة وبالحضور الذهني والتركيز اللازم في مباراة مثل هذه ما راح تلعبها. شوف السر متى تقوم بها، السر الوحيد في هذه اللقاءات قلت لك هو سليماني سيدخل بعد لحظات، سليماني تكرار اشياء كثيره تكون ذهنيه او تقنيه، هو التكرار اليوم ما شفناش، شفنا فترات يعني فترات متقطعه وبعيده دوك شو وين لحقنا، لحقنا اللعب فردي، نشوف كل واحد يحكم الكره يمسها اربع مرات خمس مرات، اليوم ما شفناش الاعاده. شوف الاعاده تموقع للمنتخب الجزائري، العودة البطيئة، شوف اللاعب الأول مراقبة الكرة ويمد كرة كرتين يعني لمستين لمسة ولا لاعب كان عليه لمسة أولى لمسة ثانية هدف. احنا اللاعبين تاعنا نشوفوا الخراني فينا يتوشي أربع مرات خمس مرات كرة، في كرة القدم اليوم ما كاش هذه اللمسة الأولى الثانية على الثانية خلاص ما كاش في كرة القدم خلاص. حذري حذري من خطأ لمسة يا سلام، الهدف الثالث والخطأ فادح فادح من شاوشي ومن الدفاع، التركيز غائب تماما، لقطة يعني ما يقوموش بها المبتدئين يعني، لا هذه كرة مبتدئين يعني على هذا المستوى. وقبل ذلك ناصر بوش كنا نتكلموا انت على الاخص على التركيز على الجدية على هاي وين وصلنا فيها يعني، في بعض الاحيان شوف هنا كان لازم يعني بعد الكرة وفقط علاش لا شوف مراقبة الكرة كانت سيئة، الكرة الثانية سيئة ونجاح سيخرج بعد لحظات سهلت للمهاجم باش شوف هنا شوف كيفاش دار الكرة مرة لا، لكن كما قلت انت يا في هذه في من في الفئات الصغرى ما كاش ما لازمش تقوم بأخطاء مثل هذه. شوف هذا المستوى مراقبة ولاباس كانت ماشي في محلها في ظهر طبعا اليوم نشوفوا الان كيفاش اللاعبين وضعوا المنتخب وضعوا روحهم لا هما لا اللاعبين شوف بين قوسين انا على هذا المستوى لا الوم ابدا المدرب لا اللاعبين على ارضيه الميدان هما يتحملوا كل المسؤوليه في هذه 100% في هذه الحالات هما اللاعبين لاعبين لا كما نقولوا ما لازمش الانسان لا كلام فيها اللاعبين هما المسؤولين على وضعية مثل هذه فعلا. ينطلق اللقاء من جديد، ثلاث اهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الكابفيردي، مانديس لا مش ثلاث مرات كان في ايزاك هو اللي سجل الهدف الثاني، هناك اخطاء في اللوح الذي طبعا فعلا. في اخطاء ضد هدفين من بوسرعيني وبنجاح، الكرات الان تكون صعبه، النهايه تكون صعبه،
قبل نهاية المباراة ب 17 دقيقة. الآن وضعية حرجة من ناحية نفسية، من ناحية اليوم تقنية. نور الدين في كرة القدم كما نقول كل شيء يمشي بسرعة، يعني أشياء فترة تكون ليك أنت إيجابية لازم تستغلها هذه، لأنه كل شيء في كرة القدم اليوم أصعب، أصبح شغل بسرعة فائقة. يعني شوف وحده ما فيش وضعية تسلل، يراوغ جوليو من هناك، التصويب أرضية واحد، يعني اللاعب وحده أمام أربع لاعبين، خلق الفوضى بين قوسين في دفاع المنتخب الجزائري. سليماني في أول كرة، سليماني تعودني عليه في المرحلة الأخيرة يدخل في كل مرة في مرحلة صعبة للمنتخب الجزائري. لا سليماني مش حاب نقول معروف أنه، لكن عليه هو أيضا له عنده فرصة اليوم ربما باش يحتوي لا يلعب كما نقولوا ماشي وقت كبير، لكن عنده فرصة باش يرجع الاخر تاعو فعلا. وناقص منافسه مع نيوكاسل الانجليزي لانه لم يلعب ست مباريات الاخيره. ماسيدو يضيع الكره لصالح المنتخب الجزائري. نحرز الان طبعا، الان راح يلعب اكثر جديه واكثر. لا لازم يعود في اللقاء. لا 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 نتكلم عن فريق كاب فيردي. لا كاب فيردي فيه نتيجه، فيه نتيجه يحاول يحافظ على النتيجه، يلعب باكثر جديه واكثر تدخلات قويه، السيارة راح تكون اقوى في الربع الساعه الاخيره. العقليه تاع اللاعبين تاع كاب فيردي راح تتغير، يعني لانه هو الحفاظ على النتيجه، باش تحافظ على النتيجه لازم تزيد شويه في كيما نقولوا في الانتنسيتي في الثنائيات. أيوة. في الكره كل شيء. هاي ركنيه للمنتخب الجزائري ضايع، وين شفنا الحارس مرة أخرى. قلنا منذ قليل هذه الوضعيات البيداغوجية ممكن المنتخب الجزائري يستغلها ويكثر منها حتى يسجل أهداف. كان في فرصة وفرصتين، ولكن العارضة والقائم رفضتا. نبحث على ضربة جزاء، حكم يقول يتواصل اللعب. ما فيش خطأ. كان الحكم من يقدم إنذار ل كان في تمويه سيميلاسيون. ربما تمويه. التمويه. فعلا. 75 دقيقة هاي الإعادة، راح نشوف. شوف أصبحت كرات عشوائية لأنه كرات مثل هذه سهلة، يعني للدفاع للخصم وحتى الحارس. شوف أنه فيه تركيز، فيه مكان المدافعين، كل مدافع مع المهاجم في المراقبة، يعني صحيح. من أجاز مدرب جزر راس الأخضر يطالب باللعب في الهجوم دائما. طبعا أجواش لما لا، فريقه فائز ويلعب، مش معناتها انه طلب من لاعبيه انه يلعب باش يسجل، ولكن حتى يعني يخلق مشاكل اكثر للمنتخب الجزائري، ما يعطيلوش الفرصه والوقت حتى يسترجع امكانياته ويسجل ربما هدف التعديل. يكون صعب في صالح المنتخب الجزائري عن طريق ابراهيمي من هناك، يطلب الكره بالخيطه توصل له مختار على الجهه اليمنى، ممتازه والهدف. لا يا سليماني ماذا ضيعت مره اخرى. شوفوا سليماني ماذا ضيعت، حتى ولو سليماني هنا نقدروا نتكلموا على نقص المنافسه لو طون جو كيما نقولوا، لانه سليماني في مثل هذه الكرات يحطهم في الشباك، لكن لما عندك تكون طون دو جو ما عندكش فعلا، ما يكونش عندك وقت المنافسه، ياثر عليك هذه يمت كرات مثل هذه باش تشوف انه ما عندكش تمريره مليمتريه الفعاليه. لا ممتازه، ماشي مليمتر، ممتازه، لكن ما عندكش فعاليه، ما تكونش عندك فعاليه. كره في وسط الميدان، راسيه من بالخيتر، ماسيدو الفنان يوصل لي فرنانديز رقم اربعه، المدافع القوي في وسط الدفاع. فاروق شافعي يوصل لي رامي بن سبعيني، يلا لبلا تعديل النتيجه على الاقل، على الاقل تفادي، اسمح لي على الاقل تفادي الهزيمه ممكن للمنتخب الجزائري. لبن ناصر فراسو، بن ناصر من هناك بعيدة بعيدة بعيدة. شوف كيفاش الفكره كانت مليحه، الفكره رقم 17 سيدخل في مكان اللاعب رقم 11 مسجل هدف ريكاردو غوميز. معلش نوردين ريكاردو، ريكاردو جورجي غوميز يترك مكانه يدخل رقم 17 في هذه اللقطه. في هاي الاعاده والكرات مثل هذه لا نلعب بالنار. شوف. يا شوشي انت تلعب المستوى الدولي. شوف باش نقول لك لما نشوف في لقطه فيها غلطتين، يعني في لقطه واحده المراقبه اللي كانت سيئه جدا جدا، من كان بعد هنا لازم يبعد الكره. معليش معليش جاب الكره اولا، ثانيا يمد ان باس كيما نقولوا
فئات صغرى ما يديروهاش. وعليه انت حارس مش مطالب انك انك تراوغ وتلعب الكره بعدها. هنايا هذه ابجديات هنايا 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 يدلك انه فيه نقص تركيز، نقص كيفاش نقولوا ذهنيا، ما راكش واجد باش تلعب لقاء حتى ولو انا قلت لك لقاء ودي، لكن لازم تكون حاضر ذهنيا باش تلعبوا. ماتيوش كرة في وسط الميدان لصالح زين الدين فرحات، يوصلها لرامي بن سبعيني. زين الدين فرحات الان يلعبها للجهه اليسرى في وسط الميدان، لكن الان لازم على اللاعبين تاعنا يعودوا للتركيز تاعهم، يقعدوا كذا يكونش بالخيطر، ما تكونش مسح اللاعبين لمسه يد ومخالفه لصالح المنتخب الجزائري. هاي كره ثابته، نرجع للمباراه والمنتخب الجزائري عن طريق محرز والكره الثابته. ممكن 79 دقيقه قبل نهايه المباراه، ب 11 دقيقه المنتخب الجزائري منهزم بثلاث اهداف مقابل هدفين. هاي كره ثابته لسليماني في القائم الثاني، يطلب الكره والحكم يقدم انذارين، رقم 4 فرنانديز انذار لفاروق شافعي. حكم معروف بحديث مع بن طالب. الان الامور اصبحت اكثر جديه، لا تغير الان، اصبحت رسميه الان. هذه واش حبيت انا رد فعل رسميا الان؟ لا شوفوا كانه مقابله تاع كاس افريقيا ولا تاع تصفيات كاس العالم، كارون مجاني التغيير القادم باش نشوفوا انه كيف الفريق تاعنا دار روحه في وضعيه وين. معليش نصر نتبعوا هذه الكره الثابته والمخالفه عن طريق محرز، ربما راح يضربها مباشره فعلا، والمدافع بصعوبه او الحارس حال صعوبة ومخالفة يقول الحكم. لا في خطر. نشوف مجاني كيف سيكون في مكان شافعي. عفوا. هيبقى على الأقل دقيقة ودقيقتين على أرضية الميدان. الحارس دياش. يعني المنتخب الجزائري وافقني توافقني والجمهور أيضا الرياضي يوافق أنه هو اللي وضع نفسه في هذه الحالة يعني. لا كنا تكلمنا. صعبة. لا كنا تكلمنا حتى بعد ما كنا فايزين بهدف 2-0 أنه لازم دير لا ديفيرونس كيما الفرق أيضا. الفارق تصنع الفارق. تصنع الفارق ومن بعد وخلاص. سهل اللقاء لعمرك سهلوا. حنايا عدنا الفريق الكاب فيردي عاد في النتيجة، سجلنا هدف ثاني، زدنا دخلنا في ضيعنا سهولة. دخلنا في السهولة، بطء في اللعب. كل هذه الاشياء الفريق الكاب فيردي خرج شويه، الفريق تاعو خرج من صدر منطقته، بريسا شويه، سجل هدفين، هدف لاحظنا انه نفس الطريقه بدا بها الشوط الاول بدا بها الشوط الثاني، بعد ربع ساعه 20 دقيقه خرج من منطقته، ضغط على المنتخب الجزائري وسجل هدفين. استغل المساحات، يعني المساحات كانت مساحات، عرف كيفاش يستغل بسرعه ايضا، خاصه السرعه تاع اللاعبين تاعو. تغيير الان الخوي كارل مجاني في مكان فاروق شافعي، وبعدها تغيير لجزر راس الاخضر. فاروق شافعي اللي اليوم ما ظهرش بالمستوى تاعو المعتاد يعني، وبعدها ايضا لاعب لا يعني باجنيز. حتى في وسط الميدان الدفاعي المسترجع، يعني هنا كون نخليك انت يا سي ناصر بويش تقول لي شو اللاعبين الارتكاز في وسط الميدان؟ شكون هو اللاعب الارتكازي؟ عاد لاعب واحد يعني في بعض الاحيان نور الدين انا نخرج لا الفكره تاعك راهي لاباس بها، لانه في بدايه اللقاء حتى ولا بعد ربع ساعه قبل ما يعود الفريق الكاب فيردي في اللقاء شفنا انه تغلب على وسط الميدان تاعنا، تغلب عليه بكثير يعني، تغلب عليه وفاز عليه في الثنائيات. هاي كره صعبه، هاي كره صعبه، هاي كره صعبه، التصوير من بعيد ولكن بعيد. نعم نصر قلت لك وسط ميدان الكاب فيردي تغلب على وسط الميدان تاعنا في الشوط الاول، نشوف كيفاش انا بلاعب واحد تقريبا في الدور الدفاعي اللي هو بن طالب ما قدرش وحده، حتى ولو كان فيه غياب تاع فرحات في ما شفناهش كثير، لكن ظن انه كان على خاطرش ما كانش غير الناخب، كاين الناخب وكاين اللي معاه المساعدين، انه باش يصيبوا حلول، انه في وسط الميدان نصيبوا حلول باش نتغلبوا على شوف كيفاش بسهوله. صعبه 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 وخطيره، خطيره لصالح المنتخب كاب فيردي. من حسن حظنا الكره كانت بعيده وعاليه، نشوفوا اللاعب نشاهدوها. معليش هذا اللاعب اللي دخل منذ قليل، لما يدخل لاعب منذ قليل دخل اللاعب اللي مر الكره الهدف الثاني، الان هذا صنع الفارق في هذه اللقطه،
يكاد ياتي على اثر الهدف هاي اللي يصنع الفريق اخر. يعني هذا لعب جوليو دخل المندق فاز بكل كرة كل كرة كل كرة هذا يعني الإضافة اللي جابها. يعني شوف المراوغات الأولى هذه الممتازة من رقم 17 دخل المندق. شوف في يعني كرة القدم الحديثة نوردين لاعب اللي يدخل ربع ساعة و10 دقائق أو 20 دقيقة هو باش يجيب الإضافة باش يزيد يسهل لك الأمور. احنا هذه الشيء ربما يعني خاصنا المنتخب الجزائري. فورتيس هو اللي دخل منذ قليل رقم 17. موسى سيدخل بعد قليل مكان بن سبعيني الذي يبدو انه اصيب. ولكن رامي اللي في الشوط الثاني اللي ما كانش كان غايب تقريبا هاي الركنيه ولكن بعيده تروح ل 5 متر و50 لصالح المنتخب الجزائري تنفذ بسرعه. ولا فرصه نذكر ولا فرصه للمنتخب الجزائري منذ تلقيه الهدف الثالث. لا الثاني والثالث لا نشوفوا انه هذا وراه رده فعل المنتخب الجزائري. رده فعل اولا فيها رده فعل، ثانيا نشوفوا نرفزه اللاعبين ومثل هذه اللقاءات اللي قلنا تكلمنا في بدايه اللقاء انه هذه اللقاءات فيها حتكون عده وضعيات عده فترات ربما حتكون منهزم كيش تعود في اللقاء لازم تحضر نفسك للقاءات اللي جايه ربما اللي تكون غايب فيها تكون غايب فيها ربما في شوط اول تعود في الشوط الثاني. هنا شفنا انه بعد التسجيل الهدف الثالث اللاعبين كيفاش تاعنا خرجوا من اللقاء. تبقى مباراة ودية تحضيرية ولكن المؤشرات ليست إيجابية للمنتخب الجزائري ولربح ماجير في مباراة مثل هذه. المنتخب الجزائري يبقى بعيد بعيد جدا على مستواه لهذا قبل سنتين على الاقل ما نقولوش قبل اربع سنوات في المونديال لانه هذاك حلم يعني كان بعيد جدا الان اصبح حلم دخول بن موسى في هذه اللحظات امام في مكان بن سبعين رامي. طبعا لن تكون سهله كلمات الطاقم الفني للاعبيه واللاعبين يعني بين مازال الوقت باش نعودوا في اللقاء النتيجه. انا نقول لك ما نقول احنا قلنا ما نتكلموش الاهم ماشي النتيجه الاهم لا هو الطريقه غابت النتيجه وغابت الطريقه. هاي الفرصه عاليه ولكن الدفاع غابت الطريقه وغابت النتيجه يعني لا ولا ولا لا ولا الطريقه ولا النتيجه سي ناصر. الان الاهم في خمس دقائق الاخيره هذا انه تعود في النتيجه معليش تعود في النتيجه حتى ولو لا معليش انا معك غابت لحد الان يلا لا رده الفعل المنتخب الجزائري تبقى بطيئه يعني لا تدخل العوده في النتيجه تدخل في رده الفعل لكن اللقاء بصفه عامه الا كنا نديروا تسمى نقولوا تحليل او خلاصه انه الفريق تاعنا كان بعيد عن المستوى التاني كما انا نظن اللقاء هذا يشبه لكل لقاءات امتداد للقاءات الاخرى اللي شفنا ضد الكويت ضد السعوديه او ضد ايران او ضد كرة لصالح المنتخب الجزائري. الان المنتخب الكافيردي يرجع لمنطقته طبعا هذا في صالحه برايمي يدافع على كل الكرات. شوف اللاعبين واقفين لا. تقريبا شوف اللاعبين كل لاعبين متوقفين واقفين يعني ك كالاعمده التصويب القدم اليمنى القدم الضعيفه لبحرز والدفاع بقوه عن طريق فرنانديز الى التماس تلعب الدقيقه 87 ثلاث اهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الكاب فيردي. الراس الاخضر امام المنتخب الجزائري بملعب 5 جويليا ملعب 5 جويليا اصبح صعب على اللاعبين الجزائريين على المنتخب الوطني الجزائري كما يقال بالعاميه دار شراع يا صعبه 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 لمهمه الطاقم الفني على راسه الفريق رابح ماجير عفوا صعبه من كل النواحي ناحيه النفسيه من ناحيه التحضيريه من ناحيه التفكير في المباراه القادمه امام نجوم عالميه وبعد ذلك يعني كيف سيكون رد فعل المنتخب الوطني الجزائري هل سيكون في المستوى ثم بعد ذلك سنقول ها هو مستوى المنتخب الجزائري او يختار اللاعبين يختارون المباريات هل اللاعبين يختارون المباريات فيها العديد من الغيابات ولكن الحضور الجسدي لا يعني انك لعبت المباراه لا المرحلة التحضيرية اللي تنتهي ربما في اللقاء الأخير ضد البرتغال احنا قلنا هذا اللقاء ما قبل الأخير من المرحلة من الأولى التحضيرية أنه لقاء يكون أداء يكون لبس به نزيدوا لها النتيجة راح معليش باش تحضر لقاء ضد البرتغال كيفك تحضر لقاء حتى ولو
تكلمنا راح يكون لقاء اخر ضد النجوم فعلا خلينا هذه لكن احنا كنا من الاحسن للمنتخب هذا انه يحسن الاداء تاعو يحسن اشياء كثيره في لقاء هذه حتى ولو ودي شوف في ملعب تقسيم وجه والتعبير الوجه لربح مجاه يعني شعر في نظرات بعيدة وكأنه لا يصدق ما يحدث على أرضية ميدان عنده تقريبا كل لاعبين يعني تحت تصرف نتاعو هاي الفرصة ولكن دفاع إلى الركنية فعلا وركنية هاي فرصة تعديل النتيجة في هذه اللحظات هاي كرة المنتخب الوطني يضيعها ماسيدو بحسن حظ المنتخب الوطني يسقط وينهض ويتحصل على الكرة وترجع له هاي كرة في وسط الميدان هاي الانطلاقة ثلاث لاعبين على الجهة اليمنى ينطلق من هناك خطيرة عودة المنتخب الجزائري مزية كرة ما كانتش بحسن حظه انه هذا ماسيدو فنان شوف يلعب الكرة في المكان المناسب هاي لا الكرة بعيدة من حسن حظنا لا 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 لو كان الأخيرة. لا لو كان مدلو كرة يعني كرة كما ينبغي كان لا قلت فرصة هدف حظنا لا لأنه كانت الكرة الأولى في المرتدة الأولى كانت تقدر تكون هدف فعلا وكان في فرصة ثانية أربع دقائق إضافية ستكون أربع دقائق إضافية في اللحظات هذه ما جاري يفكر في التعديل وفقط لو يعدل راح يقول سي ربح ماجر ان المنتخب الوطني الجزائري عاد من بعيد وسجل هدف التعديل ولكن لحد الان راح يكون فيه كلام اخر ما فيش استجابه من طرف اللاعبين الجزائريين فرحات ايضا الحاضر الغائب في هذه المباراه تاه فرحات كنت نقول انه كنت نتمنى انه يلعب على الجهه اليمنى يلعب في رواق نتاعو يعني لا شفناه في الدقائق الاولى تاع اللقاء بعد ما ضيع عدة كرات ما دخلش في اللقاء كما ينبغي وكمل اللقاء كما بدأ يعني يلعب الجهة اليسرى كرة لبن موسى دخل في وقت نسيناه تقريبا مختار بن موسى لصالح المنتخب الجزائري سليماني تمريره كان في ظهر ابراهيمي بن طالب سوء حظه منذ قبل دقائق كان كورته صدمت بالقائم اربع مرات الكره تصدم بالقائم في بعض الاحيان حتى هذه يعني ضدك في بعض الاحيان في هذه ما كانش عنده الحظ الفريق الوطني المنتخب الوطني وايضا ما جاء هاي انطلاقه من هناك قطع الكره في الوقت المناسب لمندي صراع ثنائي يفوز به وهناك تغيير قادم رقم ثلاثة بورغاس إيديلسون لاعب منتخب جزر أصلاح طبعا لتضيع الوقت نلعب الآن الدقيقة الأولى من وقت البدل الضايع ناصر بويش الخلاصة لهذه المباراة بعد هذه اللقطة لابن موسى يلا يا بن موسى لو كان مر كان أحسن مع بن ناصر وحسني توصل الكرة لإبراهيمي ما تمرش كل كرات ما تمرش اللاعب العشوائي تغلب وطغى في الشوط الثاني على المنتخب الوطني الجزائري عاد لقطة ولقطتين الباقي عشوائية هي اللي سيطرت على طريقة لعب المنتخب الوطني الجزائري بعد التسجيل يعني ما لازمش الإنسان الصورة واضحة يعني لا بعد تلقينا الهدف الثالث نظن أن لماذا الثالث يعني ننتظر فقط لما كنا 2-1 ما قمناش بالدوري لازم نقتل فيه المباراة لما قلت انت انه لازم تقتل المباراة وما تلعب براحة ما عرفناش كيفاش نقتل حتى ولو كان فيها كرة على القائم لكن ما حنايا لا يكفي كان هدف تعادل في الاثنين هدف ثالث تلقينا هدف ثالث في الهدف الثالث كنا نستناو رد فعل اللاعبين تاعنا باش العوده في النتيجه لكن نظن انه كان فيه نرفزه شفنا اللعب فردي لعب عشوائي نظن انه كنا ننتظر الكثير من هذا اللقاء يعني في الاداء في النتيجه هذا الاهم هو الاداء اولا والنتيجه من بعد لكن ما شفناش اداء اللي كنا ننتظروا فيه وما شفناش النتيجة لأنه النتيجة حتى ولو مازال دقيقتين عن نهاية اللقاء لكن المهم المنتخب الوطني الجزائري بعيد جدا على أداء سلبي نتيجة سلبية عن المستوى المنتظر ويبقى عمل كبير لنقول يعني مش عارف ما كانش فيه كلمة تعبر على الوضعية والمستوى الهزيل اللي وصل له المنتخب الوطني الجزائري لا المستوى اللي خاصة خلينا من اللقاءات اللي فاتوا
تحضيريا اليوم يعني. اليوم اللقاء تاع اليوم يعبر على الوضعيه اللي راه فيه المنتخب الجزائري اليوم. لما تشوف انه ماندي، سليماني، محرز، ابراهيمي وبعض اللاعبين الاخرين هاي الكرات، ولما محرز يضيع كرات مثل هذه يخليك تعرف ان المنتخب الجزائري خارج الاطار يعني. خارج الاطار، ما فيهش ثقه، ما فيهش لازم لم حتى ولو لازم لك حتى وتكون لاعب كيما محرز لازم لك اشياء كيما نقولوا دي زانغريديون اللي تسمح لك باش تكون لا، ولكن دي زانغريديون انت لازم تجمع هذا لي زانغريديون، انت اللي لازم هذا الاشياء الصغيره والجزئيات هذه في على هذا المستوى. المهم ناصر بويش عشنا مباراه صعبه للمنتخب الجزائري، الاصعب سيكون في القريب في المستقبل القريب في السابع ضد كريستيانو رونالدو والارمادا البرتغاليه بلشبونه، بعد ذلك ستكون مرحله المباريات الرسميه. هذه هي نظن لا حتى ولو النتيجه تاع اليوم نتيجه سلبيه، اداء سلبي، نظن في اشياء كثيره 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 المنتخب تاعنا باش يعود المستوى اللي كنا حسن حظنا في المجموعه نتاعنا، يعني في المجموعه التصفيه الافريقيه راح يتاهل الفريقين، فزنا في المباراه الاولى وفي ونقولوا بين قوسين المباراه ربما تكون ضعيفه او تكون نهايه المباراه سيداتي او سيداتي لصالح منتخب الراس الاخضر كافير فاز على المنتخب الجزائري بثلاث اهداف مقابل هدفين ب70 بنجاح لصالح المنتخب الجزائري، مندس على مرتين وايزاك سجل الهدف الثالث. هل فيه تدخل بسرعه لاحد ربما اللاعبين او احد افراد الطاقم الفني محمد شماني؟ الجميع صراحه يرفض الحديث الان، يبدو انه الجميع على الاعصاب بدليل خروج اللاعبين مباشره. طبعا نعم نصر نور الدين نو كومنت كيما ما فيش تعليق، ما فيش تعليق ولا تعليق. لا لا انا الشيء المؤسف هو انه اللاعبين بعد التقائهم الهدف الثالث رفضوا اللعب، يعني رفضوا العوده في اللقاء، رفضوا العوده في النتيجه. فعلا نظن انه فعل. على المستوى هذا غير مسموح يعني. شكرا طبعا الجماهير غير راضيه تماما على المردود للمنتخب الوطني الجزائري، حيكون فيه كلام اخر ربما ويكون فيه ربما اقول ربما فيه قرارات صارمه ستؤخذ على مستوى الاتحاد الجزائري لكره القدم التي لا يجب ان تاخذ كل مسؤوليتها على هذا المستوى. شكرا لكم سيداتي اونيسي سيداتي، شكرا ليزيد بالكوت والفرقه التقنيه التي قامت باخراج هذه المباراه، لمحمد شماني في التعليق معنا على ارضيه الميدان، وسي ناصر بويش شكرا. شكرا سحوركم سيداتي اونيسي سيداتي الى فرصه اخرى بحول الله، الى اللقاء. ديالنا موبيليس الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحادية الجزائرية لكرة القدم.